المرة دي أنا جاي لك لمصلحتك ولمصلحتي، هقول اللي يخلص ضميري وبعد كده القرار قرارك. تفضل احكي اللي بدك إياه. مش ملحظة إن معاملة الدكتور أدري لينا اليومين دول متغيرة شوية؟ كيف يعني متغيرة؟ يعني بحس إنه مبقاش يأمن لنا زي الأول، كل شوية يتنرفز عليا، مش عاجبه أي حاجة بعملها. بالنسبة لإلك، بالنسبة لي أنا شو خصني؟ ليه أنت عايزة تقنعيني إنه معاملته معاكي ما تغيرتش يا نورهان؟ لا ما تغيرتش. شو؟ بلا لف ودوران، قل من الآخر شو بدك؟ نورهان تعملي إيه لو ولي نعمتي أنا وإنتي غدر بينا وجاب ناس تانية خالص يشتغل معانا؟ ما بعمل شي. أصلاً أنا وضعي مع الدكتور أدري غير أنت. أنا سيدة أعمال وصاحبة توكيلات لشركات تركية، بس أنت الرجال تبعهم. لا معلش، ما تنسيش إن الدكتور أدري إيديه طايلة ويقدر يكلم الناس اللي أنت شغالة معاه يوقفولك شغلك والبيزنس اللي أنت بتعمليه في مصر، وبعدين هو راجل موثوق فيه بالنسبة لهم. وعشو هالدباجة كلها يعني؟ بص يا نورهان، أنا عايز أشتغل أنا وإنتي شغل بيننا لمصلحتنا إحنا الاتنين، إلى جانب شغلنا مع الدكتور أدري، شغل يأمننا من أي غدر. وعلى فكرة أنا برضو أعرف حبايب كتير وناس مهمة يقدروا يسندوني. قلتي إيه؟ أنت من فترة أخذتني لعندك على الكافيه عشان تهددني بالدكتور أدري، طلع جاي عم بتقلي بدك تشتغل من ورا ظهره؟ شو القصة؟ في شي غريب ما هيك؟ لا مش غريب، هو ده البيزنس، كل يوم على حال. لا يا أنس، أنت عم تعمل زي ما بيقول المثل عندكم، الإيد اللي ما تقدر تعدها مين عليها وبوسها. وأنت لو كنت شفتني خايفة يعني من هالقصص والتهديدات ما كنت جيت هلأ تطلب علي هالشغل. وأنا بقول لك إيه، مش عايزة صفقات تاني. يعني بترفضي؟ واضحة. شوقك، أنت حرة، بس خدي بالك اللي دار ما بيننا ده لو وصل للدكتور أدري. لا 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 ما تخافش، أنا مش من هذا النوع أصلاً، أنا بسمع كتير لدرجة إنه ما بعرف شيء. أوكي؟ خلصت المقابلة. سافر؟ سافر يعني ايه؟ لا هي مش سفريه يعني سفريه، دي مصلحه شغل كده جوه مصر، يعني حاجه كده هنقضيها. في حاجه تبص عليها هنا؟ ببص على ايه؟ معرفش. انا بصيت. مسافر فين يا عبد العزيز؟ بقول لك مش مسافر، انا حاجه جوه مصر كده، انا بس عايزك تخلي بالك من نفسك. طب وانت ليه بتكلمني كده محسسني انت مهاجر ومش راجع تاني؟ عبد العزيز انا ليه حاسه انت عايز تقول لي حاجه ومش لاقي كلام تبدا بيه؟ الموضوع مش كده خالص، كل الحكايه ان انا بقلق عليك وانا مش موجود. بس انت كده بجد قلقتني. هي السفريه دي فين بالظبط؟ مش مهم فين، المصلحه كده سكه همشيها، ويا صابت يا خابت، بس انا حاسس ان في خير. بص يا عبد العزيز، لو انت حاسس ان انا حامل زايد عليك انا ممكن انسحب يعني من حياتي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا انت كده خدت الكلام في سكه تانية خالص غير اللي انا اقصدها. لا انا عارفه انا بقول ايه كويس. وبعدين طالما انت مش مأمن لي قوي كده خلاص، كل واحد حر في حياته. ايه الكلام ده؟ بقول لك يا حنين، هو انت بتتفرجي على مسلسلات تركي كتير؟ يعني مش عارف، في جو التمثيليات التركي نزل كده علينا فجاه، في ايه؟ هو انت لسه لحد دلوقتي مش عارفه انت بالنسبه لي ايه؟ لا يا عبد العزيز انا عارف، بس انا يعني كنت عايز اسالك سؤال، هو ممكن واحد يحب في حياته مرتين؟ يعني ايه علاقه السؤال ده باللي احنا بنقوله؟ علاقته يعني ان انت حكيت لي كل حاجه في حياتك قبل كده، بس عمرك ما جبت لي سيره لبنى. دي عرفت الاسم ده منين؟ انت مالك اتضايقت قوي كده ليه؟ عادي يعني، وانا بكلم مامتك في التليفون الكلام جاب بعض، جبنا سيره مامه ابنك الله يرحمها، بعد كده جت سيره لبنى. عادي يعني. اسمعي بقى يا حنين، أنا مفيش حاجة في حياتي خاف منها ولا أبكي عليها،
واي جراح عدت عليا في حياتي ما علمتش في ظهري، لاني ما سمحتلهاش تعلم في ظهري. واديني اهو بعرف اعيش واعرف ادي واعرف احب. بس خلي بالك، لو حسيت في يوم ان حبي ده هيضعفني هدوس عليه. الاتفاق اللي كان بيننا ده مؤاخذة كان بكلام بجد ولا لعبة يعني؟ ها؟ ما تقول يا عم، ايه حكاية الشرشبية دي وانت من ناحية وبنتك من ناحية؟ عايزين ايه بقى مني؟ معناه انت راجل يا واطي تبعت الصيع بتوعك عايزين ياخدوا البضاعة من المخازن بتاعتي؟ بضاعتي وانا حر فيها، احرقها اكويها، انا حر. بالراحة بالراحة شوية وانت بتكلمني. اما هي بضاعتك وانت حر فيها، خليك مرة راجل محترم وخليك قد الكلام يا راجل يا واطي. شايف؟ انت بتغلط فيا اهو، تغلط فيا وبنتك تغلط فيا وتهزقني في الشارع واجي اقول لك تقول لي معلش. ماشي يا عم، ماشي يا عم. ما انا طيب كنت روح قول لها، قول لها يا عيب يا بنتي، اقطب رقبتها، قول لها عيب 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 لما تعملي كده في ابوكي او اللي زي ابوكي قنديل. اللي مين؟ اللي زي ابوكي قنديل. الحمد لله اللي انت قلتها بحضنة لسانك. ها؟ زي ابوها. اه مش عامل لي صحابي وجاي تقول لي اخطبها لي يا اونكل؟ يا راجل عيب، بلاش الحقد، يبقى مالي قلبك كده. الحقد مالي قلبي؟ ماشي يا عم، انا الحقد مالي قلبي. قلب اسود يا عم، شوف لك قلب في وش يا غيري. نعم؟ شوف لك قلب في وش يا غيري بقى. يا راجل الكلام معيب، انت صغير. انا مش فاهم، انت عايز ايه بالظبط؟ اللي احنا بنقوله ده كلام رجال ولا كلام عيال؟ لا كلام عيال. اقول لك ليه بقى؟ ليه؟ انا عايز افض الشركه دي. نعم؟ ايوه، انت من ناحيه وانا من ناحيه. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، ايه رايك؟ انا موافق قوي بقى. ماشي، ابعت بقى للعيال بتوعك. أوه. يلموا كل بضاعتك من المخازن بتاعتي. أوه. وخلي بالك. أوه. انا عايزك تيجي تحاسبني بقى على دايما اللي كل واحد ياخد حقه. ماشي. بلا شافعي، انا بخاف، تعالى شافعي. ابقى معلم، والتين وكسارهم ورا الشرشبيه ومحدش منهم يقرب من معرضي. ماشي إيه؟ انا انا يتقال كده انديل؟ ايوه. اه ولاد الكلب يا وطين، ان ما وريتك يا انديل الكلب. دي الكلب؟ ماشي، وانت لسانك عايز قطعه. الطلعه دي انا مقلق منها قوي، جواها ملبش وطريق كله غيوم، تحس كده ان في شبوره. وانا عايز اعرف هم عايزينك انت ليه بالذات؟ البتاع دي فيها ايه؟ يا عم ركز معايا وقول لي هم عايزينك انت ليه بالذات؟ ادري ما. يا نهار اسود، هنعمل معاه ايه؟ لا هم كده زي ما تقول ايه؟ واخدني من سكة العيشة، شافوا لي يموت احنا الكل. انت مالك مبسوط كده؟ ما حاسس ان احنا رايحين مارينا. ما تقلقش، ما تخافش، انا هحضر خطة ما تخرش المية، ما تقلقش انت. بس انا ماليش في النظام ده، طول عمري شغال قطاعي، عمري ما اشتغلت جملة. البتاع دي فيها ايه؟ يا نهار اسود، بقولك ركز معايا. ما اشتغلتش قبل كده انا جمله خالص. اه ما هو ما يبقى شكله بحلقه يا صاحبي، ما يبقى شكله بحلقه. وبعدين انت الفلوس اللي طالعه من المصلحه دي ايه رايك فيها؟ صراحه حلوه. حلوه يعني ما يبقى شكله بحلقها صاحبي. وقلت لك انا مرتب كل حاجه بخطه ما تخرش الميه. يا عم انت بتهرج، ده السلاح اللي هم عايزين يقعدوه ده يقوم حرب. البتاع دي فيها ايه؟ هي ايه دي؟ يا عم اشرب وانت ساكت وقول هنعمل ايه في المصيبه اللي انت بليتنا بيها دي. ايه اللي بيرن ده يا شعلان؟ هي وصلت لكده؟ ده جرس الباب. تليفونك يا جدع.
تليفوني؟ ده انت طلعت خفيف. هو مين اللي بيرن؟ حاج بدري. اهو جالك التكليف يا عبد العزيز. قدامك ساعتين وتكون عندي. تستلم الشحنة وتتكل على الله. لا انا كنت مستني تليفونك. كله هتظبط حسب الميعاد بامر الله. المقابلة في المخزن. خلاص كده وفيت. تبعيش. خش يا أنا مش مصدقة نفسي. أنت بشحمك ولحمك في معرضي ده بجد ده ولا تهيؤات؟ أكيد تهيؤات. أقصى عليك يا زيزو. أنا عامل إيه؟ أنا بقول لك كده عشان أفضفض. أحم أحم. اللي أحم أحم. تؤمر أخويا وأنت فاهم. تؤمر حاجة تانية يا عمر شراب عزيز. امشي مش عايزة ماشي. حاجة. ماشي. اسم الله عليك. ياه. محسود. هو حد بيجيب في سيرتي ولا إيه؟ أمال إيه؟ ده الشارع كله زمانه بيجيب في سيرتك. جاي على رجليك لسناء عشان تبارك لها. جامدة الحركة دي. يا لهوي يا لهوي. ده أنا هتنطط تنطيط على الشارع كله. على الشارع كله. وزمان قنديل بيهري كده. ونفسي يعرف بتقول لي إيه. شفتي بقى عد الجمايل. أنا عايزك بقى تشغلي نفسك كده ودوري المعرض ده. عايزك تبقي حديدة في قلب الشارع. ما تقلقش. هو الزبون ابتدى يجي بس مش عارفة حاسة إن عتبة نحس. أنا ما بتفقلش من بنت لطفي. بنت غم كده ونكدية. يا ست فكك بقى من الكلام ده. انا فكتني يا اخويا. انا بيهمني حد. انا من حق ايه؟ انا اسمي منزلكيش بضاعه. لا كل البضاعه اللي عندي من ايام قنديل. طيب انا اكلم اياد ينزلك حتتين بضاعه كده وتعملي عليهم عرض كمان. يلا بقى يلا بنضحي. عايز اظبطك في قلب الشارع. عايزك تبقي اسد في قلب الشارع. النبي انت بقك بينزل عسل وسكر. عارف مفكرني بمين؟ مين؟ محمود ياسين في حبه وكبرياء. طب سيبك بقى من حبه وكبرياء ده. ليه يا زيزو؟ ده احلى حاجه حبه وكبرياء. ما انا هعمل لك بقى اجازه صيف. لا يا شيخ. انا عايز اطلع كده رايح يومين. وقلت بقى الرحله دي ما ينفعش من غير سنائنا. مصيف حاجه زي كده. يبقى اوضتين. نحجز اوضتين يا بنت. اوضتين ايه؟ انت فهمتي غلط. ده سفاري يعني رمله و صحراء وخيم والجو ده. صحراء؟ لا 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 اخاف. هتعمل ايه؟ لا ما تخافيش مش هعمل حاجه. انت بس جهزي نفسك. يا رب يا اخويا تعمل. جهزي انت بس نفسك. هجهز. اوصل المشوار وارد على تاني على طول. طب اوعى تعوق. انا من انتظارك. طيب عايزه حاجه؟ حاجه. يلا سلام. مش عارفه خائفه من شيء ما. لازم استعد. عارفه يا بنت سميره وحياه عيد السليبه دي ولا عدبها؟ بص في عيديا. لا ما تبرقنيش. لا بص في السليبه مش اللي بايظه. انا بحبك حب ما بحبوش عبد الحليم لسوسن بدر. ايه يا عبد؟ هو بدوك الحوده في دماغك ولا ايه؟ ادوهاني في ال ال خلاص. انت كويس دلوقتي؟ اسمعني بقى، انا عندي دلوقتي مشكله. دلوقتي الكلام ده بقى ما بقاش يعجبني. ها انا ما بقاش ياكل معايا الكلام ده. لازم تشوف لك حل. للديك يعني شابلو طالع داخل نازل والناس تتكلم عليا؟ للديك انت ملحوسه يا بت. مين شابرو ومين بقى؟ مين اللي داخل خارج نازل؟ انا شابرو يا بت. بكره ده يخش داخل طالع نازل اللي هو عايزه يعمله. ده صاحبي وحقه عليا كتير جدا. شفت بقى انا عامل معاك الصحه كله وجدعانه كلها عشان ما تقولش ان انا قلبت اصل معاك. يا دي الديله عليك وعلى سميره بنتك وعلى اليوم الاسود اللي شفتك فيه. يا عبد احنا واخدينك الصيدليه ادوك حقن عشان تطلع بجدود ولا عشان تطلع علينا خربان كده؟ يا عبد فوق معانا بقى قدامك 100 مره. دي سميره بنتك. طب ولما هي سميره بنتي انت مين؟ يا عم اسمعني. يا رب يخليك. دلوقتي لازم تحل لي مشكلتي. انا عندي مشكله لازم تحلها. هتعملي ايه في خطوبتي؟ انا عايزه اتجوز.
عايزه اتجوز زي البنات كده وتلبس لي فستان وتفلح وبنتي تتجوز. انا عايزه اتجوز. ايوه لما تعوزي تتجوزي دوري على حد تاني. انا ما اعرفش انت مين انت عشان ايه عايزه تتجوزي. شبرو ايه الضطع البجب البعث اللي واقف قدامك ده هو خطيبها. يعني انت عايز تخطب البنت دي؟ طب ما تدور على بنت احسن وتيجي تخطبها. محتاج نروح لعب زيزو بقى يحل لنا المشكله دي. روح يا زيزو. تعالى تعالى بقولك ايه؟ احنا عايزين نعمل طلبية تابلت عشان الاندرويد بقى مكتسح السوق. اعمل الطلبية اللي انت عايزها وشوف اللي يغطيك قد ايه. خلي بالك عايزك تاخد بالك من مرض من اللي غيبه من غرفة التفاعلات. عايزين نكلم انور فكرني عشان خاطر عايزين نطلب منه العين اللي هو كانت في ايدي هنعملها ناقصة. خلي بالك ماشي. وعايزين ناخد باترينا هنا. ناخد المحل ده. عايز اخد المحل ده. انا سمعت انه معروف. طب ده هيكون فاضي. الواد زغروف فين؟ بس ما تتكسر. بس اوعى ايه يا مروه بس ثانية واحدة. اه بعتكم كده هنا. اقفل بس يا واد ما تعليش صوتك. اقفل المطوه. استني يا بنت ايه اللي حصل؟ تعالي هنا قولي لي مالك. لازم بقى تشوف لي حل مع الاثنين دول دلوقتي. انا لازم اتجوز لان سمعتي بقت في القلب. يعني في اتنين رجاله واقفين وانت اللي بتتكلمي؟ شايف؟ بص يا عبد العزيز انا قلت لك اتكلم انت. انا بقول سميره. طب بدا سميره انا إيه؟ بقول سميره. ايه يا معلم زيزو هتتكلم مع سميره سعيد؟ ما هو عايز يتكلم يتكلم بعد اذنك طبعا. كلمها سميره. خليك لي الولايه يا رب. دلوقتي بقى انا لازم تشوف لي حل عشان الناس دي. انا عايزه اتجوز. لازم اتجوز. سمعتي بقت في الارض. ايه اللي معطل الجواز؟ معلش قالوا خلي فلوس منك وفصل ملح وداب. دلوقتي انت اديت فلوس عشان الجهاز. ابوها مجنون. وديناها صيدليه سيف خد حقد اعصاب وديناها خد حقد خشونه. والدكتور قال الفصوص بتاع دماغه مش مظبوطه. تحضر وكيمياء وجلسات كهرباء مش عارف ادها بنته. البنت دي بتلعب على الواد ده والواد ده رافض يتجوز البنت دي. ليه؟ لانه في فرق اجتماعي ما بين البنت دي والواد ده. بص لبكرو. بص له كويس. بص لنظره عينيه. هتلاقي بين حجر لسلاله جان كيس خان. بس بس اتفضل. مبروك فرحكم الليله. الله واعمل لكم زفه ما حصلتش. أيوة. من مصر للشيخ زويد. الشيخ زويد؟ اه يعني انا هدخل هنا ولا في الشيخ زويد؟ لا النهارده الفرح وبكره الدخله. طب هتخلي النهارده الدخله وبكره الفرح؟ اخرس وانا اتكفل بكل المصاريف. بس استاذنك يا معلم زيزو يعني بعد اذنك المفروض ان احنا نسال ابوها في حاجه زي كده. انا بنعزمه. هنعزمه. ولا يشرفني ما يتعزمش في فرحي اصلا. خد يا بت. خد انت. انت مش هيضيعك. هات لك بدله حلوه وروق نفسك. لا خد انت. يلا هاتي ايه؟ فستان الفرح. الله يبارك لك ويخليك لي الولايه يا زيزو يا جامد يا رب. روق انت نفسك كده. هات لك بدله. ليه؟ فرح مين؟ اتفضل يا عم زيزو. هيجدد معاك. طب بقول لك ايه رايك بقى؟ علي النعمه لو افتكرتها بدع عايزها. يا ابني ما تعليش صوتك عليا. مش انا اللي يطلعها. انا اللي بقول لك ايه؟ ارمي عليها اليمين دلوقتي. ارمي عليها اليمين يا ابني. انت بتتكلم على بنت مقصوصه. انا بقى خليها لك بقى يا عم زيزو. اتفضل. مش عايز حاجه في ده. تعالى يا شفت كل يوم بقى على ده. ولا عارف انا بنت ولا عارف انا مين ولا اي حاجه. يلا بنت روحي اجهزي. يلا ماشي. هتجوز. يا دي مناظر تلبس بدل. انت بتفكر في ايه؟ جت من عند ربنا. خطة التمويه حضرت لوحدها. لما نشوف. ما وصلكش يا هاد. خلي بالك من المعرض اليومين دول. ما تقلقش. شوف يا شيخ ده اوردر مباشر مني. ده بيزنس. وانت عارفني انا ما بهزرش في البيزنس. لا لا. اجهز انت بس عندك وما تقلقش عليا. انا تمام. ايوه انا فاهم طبعا. الثقه اللي بيني وبينك اكبر من كل الكلام ده يا سيدي. الكنعة الفلوس عندي عندك في بيتها. تمام. انا هبقى اجي بنفسي اكل الخروف واشم شويه هوا نضاف. مع الف سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. يا جمخ عندك ايه؟ عبد العزيز يا باشا. ماله؟ عمال يكبر ويقف في الشارع يوم بعد يوم ويشتري ويبيع ويخلص محلات ويقلبها معارض. يعني العمليه دايره معاه فله. وبعدين اللي تؤمر بيه سعادتك. بس انا شايف
نخلص ونرتاح. ايوه يا شيخ نايف، معاك عبد العزيز بتاع شارع عبد العزيز، فاكرني ولا؟ ايوه اللي قابلتك مع زيدان الدوري. ايوه الله ينور عليك، ايوه بتاع الصين. الحمد لله رب العالمين. بمناسبه الصين بقى، انا كنت بفتح كده خط انتاج مصنع يعني ببنيه، هيكون الاول من نوعه في الشرق الاوسط ان شاء الله. لا 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 لا، مش توفير الطاقه، لا ده موضوع تاني كده يطول شرحه. بقول لحضرتك انا عايز اقعد معاك، انت جاي مصر امتى؟ طب شوف، انا عندي سفريه صغيره كده بامر الله، هخلص وبعدين نرتبها مع بعض، عايز اعدي عليك. ماشي، ربنا يخليك، ربنا يخليك، الله يكرمك. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل 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 اتفضل. دماغك يا عبد العزيز، فكرة الكاس دي فكرة نيرة، عجبتني ودخلت دماغي. مش كده ولا ايه يا انس؟ ها؟ طبعا يا دكتور، طبعا عبد العزيز دماغه سم، ما كانش كده وما كانش يشتغل معانا. بشهادة اعتز بيها يا دكتور، بس انا نفسي حضرتك بس تدعي لي. انا بدعي لك في كل صلاة اصليها يا عبد العزيز. الله يبارك لك. إنما مش كمية السلاح دي كبيرة شوية يا دكتور؟ أديك شايف يا عبد العزيز، الأرض الطاهرة اتملت بالأنجاس من كل حدب وصوب، والمؤمنين اللي عايزين يضحوا بالنفس والمال أصبحوا عملة نادرة. وأعدوا وأعدوا يا أخ عبد العزيز، كله عشان البشرية الجهلة، عشان تخرج من الظلمات إلى النور، من عصر الجاهلية الأولى إلى النور، كله عشان البشرية. الأمة في خطر، الأمة في خطر يا عبد العزيز، والقابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. لابد من مجابهة أنصار الكفر والعلمانية، وده يلزمه تمكن وتمكين، وهو كله ابتغاء مرضات الله. فهمت، يعني كله ده عشان ابتغاء مرضات الله. طيب انا هتوكل انا على الله بقى عشان الحق الطريق. خلي بالك من نفسك يا عبد العزيز، ها ربنا يغنمك السلامه يا عبد العزيز. ايه الناس دي؟ هتلاقي مفتاح العربيه في الكونتاكت يا سي عبد العزيز. والله كنت لسه هكلمك اشوفك سافرت ولا لسه. انا يا ستي لسه طالع من شويه. انا طبعا عارفه ان انت مش عايز تقولي انت مسافر فين، بس اوكي تمام، بس على الاقل قولي يعني مسافر بقطر ولا بطياره ولا بعربيه. ايه؟ طب وانت عايزه تعرفي ليه بقى؟ عايز اعرف ليه؟ عادي يعني. غلبتيني، انا مسافر بالسوبر جيت. لا يا اخوي احنا راكبين ميكروباص.
وايه الصوت اللي حواليك ده؟ لا ده مش دوشه، ده فيلم. فيلم مشغل لنا فيلم هنا في قلب السوبر جيت. ايه؟ يا ستي حاجه تسلينا في الطريق. انا هريح شويه بقى. هتريح ازاي؟ انا هريح شويه، انت مش هتنامي؟ قاعده بتفرج على التلفزيون انا وماجده وندى. هي ندى عايشه معاك ولا ايه؟ ندى مين؟ قعدنا ايه، واحدة ملهاش أي لازمة، بس مش مشكلة. بتقولي له ايه عليا؟ ربنا يخليكم لبعض يا ستي. يا رب يا اخويا يخليها لي وتخليها لي. سلمي لي عليها بقى وعلى ماجي. ماشي، الله يسلمك. انت بقى طمني عليك، ما تقلقش، انا سهرانة يعني. ماشي، يلا تصبح على خير. وانت من اهل، وانت من اهل. ليه بصوت واطي؟ ليه بصوت واطي؟ بقى اخيرا هاتي بقى، ضيعت عليا المسلسل. امشي يا شقيقة. ده انت غبية. بتقولوا ايه كل ده؟ وقول كل بتقولوا عليا بقى. انت مالك؟ اسكتي، اتفرجي على التلفزيون. مهند جنبه يا ضياء. في ايه يا ابني؟ وقفت ليه؟ مش شايف. كمين. ايه؟ طب انزل. طب وماله يا اخويا كمين؟ فتش نفعك. هيصوا جامد. داخلين على كمين. هيصوا. ها فرح كده. انت يا سميرة، انا عايزة تتكلمي تيجي تظبط المطار. حط ايده يا بتعملي ايه؟ يا شعلان خدها معاك. يلا يا امي، يلا يا امي. اطلع انت بقلب جامد، خش. اسبقني واستناني بعد 2 كيلو. يلا اعملوا ده وشعلوا. الدوشة اللي عاملها انت واضي. يا انت تعالى. ايه الدوشة دي؟ مش عادية يا سميرة بنت شرم وسعادتك اللي انا ماشي معاها وابوها عنده فص يمين ده اكبر من فص الشمال، فاحنا بنتناه فعم زيزو قال لي طلعنا طلع. بس 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 رخصك. اتفضل يا باشا. رايحين فين؟ احنا اصل عندنا سيادتك فرح كده، العيال دي بنجوزها يعني، ونازلين في فندق اللي هو باتروس استاذ كامل ابو علي. طب فين اللوجو بتاعه؟ مع العربيه دي لسه تبع المحلات بتاعتنا يعني. طب انزل لي فتش العربيه دي يا ابني. انت واقف. ماشي يا فندم. رايح فين كده؟ سيادتك ده فرح، العيال دي تشتغل معايا وانا مربيهم يعني، فانا اعمل لهم نادر
ان انا اجوزهم واحجز لهم على حسابي يعني. مين الواد ده؟ ده شغال معايا سيادتك فرح بقى الشرطه في خدمه الشعب يعني. ودي الرقاصه طبعا. ايه الرقاصه وعروسته. عروسته. تمام. خلاص يا ابني خلوني اعدوا. تمام يا فندم مفيش حاجه. شكرا يا فندم. اتفضل يا ابني. ربنا يبارك لك يا فندم. تعالوا الطريق. ربنا يكرمك يا باشا. الله ينومك ثواب في العيال دي. ربنا يكرمك. من اخر مره لقيت نفسي اتحرمت من النظر في عينيك الحلوه دي، قلت الست نورهان خلاص استغنت عن خدماتي، بس انا برضو الجمخ وبجيب المفيد اول باول. ومن اخر مره وانت سالتيني على عبد العزيز وجبت لك اخباره ولا كلمتيني ولا اي حاجه. ايه وشو المفيد؟ انس بيه زي على عبد العزيز حياء وسوف الرحله اياه، زي ما بتقولوا في اللبناني. شو؟ من وين جايب هالخبريه هاي؟ سمعت وهو بيكلم واحد اسمه الشيخ عوده وبيقول لهم هيخلصوا عليه من بره بره. وانا طبعا كنت هعمل الموضوع ده بس ما اقدرش من غير ما اقول لك. بس ليه الحلاوه في الاخر ها؟ مكافأتك عندي. اصلا هيدا نصيب. انت روح هلا بسرعه وانطره لانس وشوف لي شو الوضع من الكافيه. انا يا جميل انت جميل. تعالى شوية قدام تعالى بس بس ما تحطوطك تعالى تعالى بس ماشي علاء لا دي حركات ما تقلقيش ماشي علاء جاي اهو يا زيزو تعالى يا سناء الجو هنا عالمي هيعجبك يا شعلان شعلان عزيز انا اهو انا اهو ايه يا زين تعالى يا حبيبي انت اللي عارف الطريق ازيك يا واد العم هو ده يا شيخ زويد موبايلات ازيك يا زين ازيك يا عامل ايه خش يا زيزو وايه حكايه الموبايلات دي بس موبايلات استنى استنى في ايه هادي مره غير كل مره ودي تعليمات الشيخ عوده ليه يا خلص يا عم طب ده بعيش موبايل ده نسيته بقى شبره طب خلاص طب خش ده ملوش دعوه بقى بالحكايه دي ده باخر موديل ده الله يكرمك ليه كده بس يا سيان؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هذه مرة غير كل مرة. سمعنا يعني. يا هلا يا هلا بالرجال. أرطونا. معلم زيزو. كبرنا. أهلا بيك. حق عودة ها؟ الله ينور. شوف عارفك إزاي. ازيك يا عم عودة. أهلا بيك يا ولدي. شرفت ونورت. الله يخليك. اتفضلوا. إحنا الحاجات جاهزة تمام. يا راجل حاجات إيه؟ ادخل ريح الأول من الطريق. كلكم كارب. يا زين. أيوه يا شيخ. ضايف الناس. تعال ربنا يبارك فيك تعال يا ولد الله يكرمك تعال يا ولد تعال ايه ده؟ ده الخروف اهو ازيك يا عم عودة ازيك يا استاذ امال ايه؟ يا استاذ عبد العزيز الخروف الحمد لله امال الفلوس فين؟ لا ده ديك رومي وعمارو موجود ايه اللي بتقوليه ده يا نورهان؟ ايه وعلشان هيك جيت لهون لانك ما كنت ترد علي على التليفون عودة مش بيرد وعبد العزيز قافل موبايله يا دكتور كده هتحصل مذبحه هاتولي أنس الكلب عد فلوسك يا ولدي واطمن عليها الدار أمان يا شيخ عودة الدار أمان انتوا ناس زي الفل والصلاة على النبي فلوسكوا حاضرة كتير قدم المشيئة يا ولدي عاوزاك بالنسبة للسلاح مش هتنزلهم العربية يا شيخ عودة لا لما تشوف حاجتك وتتمم على هدوء فلوسك وتاخدها وتحطها في عربيتك على الله عايزاك ايه؟ الا ايه عايزاك في كلمتين على جنب مش شايفاني قاعد مع رجاله الله معلش يا شيخ هدى انت عارف بقى ان ها اتفضل يا ولد حريم بقى وبتدلع اتفضل يا ولد الله يبارك فيك اتفضل سلام عليكم مرحبتين اسم الكريب زيان طب والدبع زياد ما بتعرفش حاسب الخواجه فيد ايش تقول انت عايز لا مؤاخذه اعبر عن رايي يا ولدي الخلاواسه وايش هذا اللبس اللي انت لابسه وايش تسوي بتنطط قرود يا عب قرود ايه انت عارف عب عادل الفرنسا اللي في الوكاله روح يا مغبول انت الخلاواسه افضي التك في الخلا الخلاواسه عندك روح طيب يا عب ما تزقش
خبار يا شيخ زين، خبار يا شيخ. مش كنا خلصنا خلاص؟ لا خبار. ما خلصناش عشان معاهم نسوين. بقول لكم ايه، اول ما اشيل العقال من على راسي واحطه قدامي تبقى هي دي الاشاره. تروحوا قتلهم كلهم ما عدا النسوين، تتركوهم. ليه النسوين؟ هنخليهم لينا. طمن قلبك. ايه انت؟ ايه انت؟ ايه جو جزيره الشيطان اللي انت معيشني في امي ده؟ ممكن افهم احنا جايين هنا نعمل ايه بالظبط؟ وايه الفلوس دي كلها؟ ايه يا سناء؟ ايه اتسرعتي؟ وايه السلاح ده؟ وفي ايه؟ دي مصلحه كده افهمك بعدين، بس هتبقى تتحيني ما تقلقيش. يا عم انا مش عايزه اتحين ولا عايزه اتنيل، انا عايزه اعرف احنا جايين نعمل ايه؟ طب كنا طلعنا العجمي. هو في احلى من هنا؟ ما جو مية مية اهو، خيم وجو بدوي وصحراء وحاجة رومانسية على الآخر، عايزة إيه تاني؟ هنبوسة. إيه؟ بوسة. شش هتفضحينا؟ خش اقعدي. شعلان 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 يا بنت اصعدي اللي جنبك. اه إيه شعلان؟ إيه يا زيزو؟ طب محروم ولا إيه؟ اه محروم. إيه؟ خلي سناء جنبك. ها خلي بالك منها، بلغيها. خلي بالك منها. اقعدي عبد الزيزو. عبد الزيزو عايز ايه؟ عايزك في كلب على جنب. ما احنا على جنب اهو، ايه اللي حصل لكم؟ ده عايزك على جنب تادي. اه عايز ايه دلوقتي؟ انا كنت بحاسب الخواجه ورا الخيبه وكنت لسه بفضي التك، سمعت الجماعه اللي هم بدو حقيقيين دول بيقولوا ان هم هياخدونا يقتلونا وياخدوا الدسواد اللي معانا. يعني احنا دلوقتي يرضيك ياخدوا الدسواد ويموتونا ونمشي حافين؟ اسكت اسكت. انا جايب البطوه معايا ومستعد لاي منظر. ساكت متخافش، انا كنت عامل حسابي. يعني انت عارف ان ده هو بقى هيقتلوه ده وسكت؟ يا ابني اسكت، كانك ما سمعتش حاجه. يعني كده وكده زي الطريق الالات. طب اعمل ايه؟ شعلان شعلان خد خد الواد ده. يعني دي خطه يعني ولا ايه؟ خد طيب خد الواد ده، خلي بالك من بكره. ها طب واحده هتاكل الكلب ده امتى؟ الكلب يا معفن. والله شكله كلب يا حاجة سداء. اسمه خروف يهبل. انا شيك عود، انا كنت بشايك على المايه والزيت كده عشان عايزين توقع الله. لا ما ينفع ابدا، لازم تاخد وجبك. لا والنبي يا عم الشيخ، عشان عايزين بس نمسك الطريق كده. لا الفلوس فين؟ موجوده، هات الفلوس يا ولد. يا ايه خلي رجالتك يرموا السلاح. ارمي السلاح يا ولد، ارمي السلاح، ارمي السلاح. ارجع ورا ارجع ورا وراكس. هات الفلوس، ارجع تهوع. عمو هات الفلوس. عمو الحريم تروح العربية، الفلوس على العربية. بك ارجع، اوعى حد يتحرك، اوعى. تعالوا كده الحريم تركب العربية. منوريني يا ولاد عمينا. تعال لسه بطاقة المصلحة ده. هو حد يتحرك. ايه ده؟ ايه ده؟ على عربيه. ايش المقومات؟ تعالى يا زيزو، انت فين الطريق؟ ازاي صاحبي نصيبك؟ مالكش دعوه، اطلع بسرعه، استنى بعد 10 كيلو. امشي اركب يا عباس. علان ادينا اهو يا عوده، لوحدك في ضيافتك ومني ليك. ومين اللي وراك عشان تشيعنا التشيعة دي؟ ما تلعبش بالنار يا ولدي. انت انس. انس هو اللي قال لي العب لحسابي وحسابه. والسلاح ده رايح فين؟ اصحاب المصالح كتير يا ولدي. خدت ايه عشان تخون بلدك واهلك وناسك يا عودة؟ Yeah.
اطلع. يا ترى عملوا فيك ايه يا زيزو؟ انا كيفه قوي يا شهر، مش كنا احنا عندي الشقه كان احسن. شقتي يا بنت انت متنهدي شويه، مش شايفه ان انا قلقانه على الكابلز بتاعي؟ انا عايزه دلوقتي اروح عند ابويا، انا ماليش دعوه. اوضك ايه اخرس خالص، بلا ابوك ايه بلا بتاع بابوك ايه دي سيده، وهو فاكرك ولا فاكر حاجه؟ هل اي مرمي في الكباريه بطرح بتسداه؟ والله اعورك انت وابوك. بقول لك ايه، سمعني صوتك اصلا بوشك يا قشه ده. بس بقى ده تسمع صوتك عليا، والله عباش عليك بدل ما تبقى دخله. خلي صوتك انت مش في الحاله اللي في بس. يا ابن سلام مش شايفه يا ابن سلام، واحنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ خش 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 خش. يلا يا شعلان بسرعه، انا الشنطه هنا. هتضيعوا نفسكم هنا للشنطه، محدش هينفعكم. انت بتكلم انت حد وجه لك الكلام دلوقتي؟ سيبه واركب معاه. اركب مع مين؟ اركب هنا. هتضيع نفسك. يلا يا شعلان هتضيع نفسك يا ولدي. مع نفسك انت بقى يا عم هودة. اطلع بسرعه. جاني نوم، عمال اتصل بعبد العزيز موبايله مقفول. طب وده يقلق في ايه؟ الغايب حجته معايا يا حبيبتي، مش مشغول في حاجه بيكون. مش عارفه بقى. بصي بقى يا حبيبتي، طالما قلقتي يبقى انا كده اطمنت عليكي، ممكن تنامي شويه بقى. يلا. ماشي يا عبد العزيز، ماشي. استنى يا شعلان دقيقتين وجاي لك. ماشي يا حبيبي. كويس انك هنا يا عم بخيت. عمر يا استاذ. فاكر الفيلا اللي انت جيت معايا فيها؟ ايوه استاذ. عارف العنوان كويس؟ ايوه. هنزل لك امي والواد تاخدهم توديهم هناك حالا، فاهم؟ حاضر. والمدرسه؟ مفيش مدرسه النهارده. السندوتشات اهي. اياك ترجعهم زي كل مره، وسيب الهبابتي، سيب الهبابه تتاخر على مدرستك. انا اتاخر على مدرستك؟ انت هتقدر على تيتا انت؟ الحمد لله على سلامتك يا ابني، تعالى شوف ابنك مغلبني متاخر على المدرسه. مفيش مدرسه النهارده يا عم، عم بخيت مستنيك عشان يوديك الفيلا انت والواد. يلا. ليه يا ابني؟ في ايه؟ يما اعملي اللي بقول لك عليه وبعدين اسالي في ايه. هي بس فهمني الاول، عايزه اطمن. يلا يلا. طب عايزه اطمن بس. ايوه يا عم وهدان، الحمد لله تمام. اسمع بقى عشان عايزك في موضوع مهم. عايزك تحضر للرجاله كلهم من ناسنا ومتسلحين كويس. لا هتستنى مني تليفون هقول لك الزمان والمكان. سلام. برنا 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 صح يا برنا برنا، راحت فين دي؟
الو يا ميرنا، ميرنا لا ده بصي بصي ده ايه اللي انت عملتيه ده؟ اما كمان خدت الهدوم؟ اخبار الهدوم ليك. لا تزعل مني يا قنديل، جاتلي تعليمات من فوق للعودة للبلاد، واني اهجرك ما املك غير السمع والطاعة، برجو المعذرة، اذا بتريد طلقني غيابي وجزاك الله كل خير، واذا ما بدك ما يفرق معي، مداني جاني اوامر اني اهجرك، وبحب اخبرك اني اخذت المصاري والمجوهرات في مقابل شبابي يلي اعطتك اياه، لانك صرت مغضوبة عليك من الاهالي والعشيرة، ملحوظة، فراس اخي ما راح تلاقيه بالمعرض لا هو ولا عدنان، وإذا بتلاقي بعض البضائع ناقصة من المعرض لا تفكر كتير، فراس باعهم لتدبير سفرنا. باي باي حبيبي، وأكيد رح أتذكر الأيام الحلوة يلي كانت بيننا. ميرنا. يا بنت الحرمية، يا بنت الحرمية، أنا يتعمل معايا كده؟ ومنيح منيح منوح دبابيس فانكوش، يخرب بيتك يخرب بيتك يا خبر اسود ومنيل. طب انا المعلم قنديل على سن ورمح، ده انا بورد وبستورد، يعني العالم كله يبتدي يتكلم عليا والجزيرة تسيح؟ ما ينفعش يا خبر اسود. وكالات الانباء هتقول ايه؟ اشتبريس هتقول المعلم قنديل ايه؟ حرامي؟ يا دي المصيبة السودة، وصحابي العرب في الدول المجاورة، في الدول المجاورة جنبي بياخدوا مني حاجات. يا بنت الحربية، يا خبر الستمنية، وحياة أمك، وحياة أمك يا ميرنا، أنت والنسناس بتاعك في راس ده لاجيبك من بلاد الموس. الحمد لله على السلامة يا حاج. الحمد لله على السلامة يا حاج، نورتي بيتك. الحمد لله على السلامة يا حاج. يا ألف خبرك، نورتي بيتك ومطرحك. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبتي. جابنا على ملا وشينا ما لحقناش نلم الحاجة. تلاقيش يا حاج، الأستاذ عامل حسابه على كل حاجة. أه. تعال تعال يا عبد الرحيم، تعال يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا اخوك. هو ايه المكان ده يا تيتا؟ ابوك يا حبيبي بيقول ده بيتنا الجديد. حلو، عجبك؟ حلو قوي. مالك يا ابني قاعد قدام الفلوس دي تمثال رمسيس كده؟ ولا شعلان شعلان عايز حد يبقى معاه الفلوس دي كلها ودماغه ما تيبقش منه. اللي اقول لي يا كبير، اخوك شعلان ارباب في مصلحه زي دي يطلع له بكام؟ عشان بعيد عنك دماغي مش خايبه. لا يا اخويا، انت مش بران، انت معانا شريك، يعني الفلوس دي هندور بيها نفسنا وهنفتح بيها مشروعنا، هنشغل الشباب، فهمت؟ لا يا عم، انا ماليش في جو المصانع بتاعك ده وليالي الاختراعات اللي انت عايش لي فيها دي، ولا شباب بلانينا. وبعدين اعتبر لي ان الشباب يدين حق ناشف، وبالاحضان يا بلدنا يا حلوة بالاحضان. مين؟ هاوس كيبينج. مين؟ هاوس كيبينج يا فندم، خدمة الغرف. يعني عايز ايه يعني؟ إذا حضرتك كنت محتاج أي حاجة يا فندم. لا متشكرين. يعني متأكد إن حضرتك مش محتاج أي حاجة؟ يا عم متشكرين، الله يصلح حالك. طب هل ممكن يا فندم بس يا عم الله يصلح حالك، متشكرين.
متشكرين. شكرا. ايه ده؟ ايوه اياد، بقول لك عايزك تجمع لي الشباب، كل الشباب، واد ابراهيم زيجو وياسين. ايوه انا جاي لك. الحمد لله على السلامه. ايه انت لسه فاكر؟ يلا سلام. في بتعمل ايه يا جدع؟ وانت مال امك؟ الفلوس دي راحة لصاحب نصيبها، واللي موجود هنا هندور بيه المشروع، فهمت؟ طب الفلوس دي هنوديها فين؟ اسمع يا شعلان، عايزك تقعد هنا ترابط جنب الفلوس دي، تحافظ عليها وتأمنها، فاهم؟ طب ما نوديها بنك. بنك؟ بنك ايه يا حمار انت؟ كده هنتشام. هيقولك بقى الفلوس دي جاية منين؟ وراحة فين؟ وبتاعت مين؟ يا نهار اسود، ما كنتش فاهم كده. الله ينور عليك يا كبير. انا عمرك هتفهم حاجة. ما تقلقش، في دمي. انت بس خليك راقد على الفلوس، وانا ان شاء الله بالليل هسطرها بمعرفتي في مكان امان. زي فرخة دايخة يا حبيبي. يا كبير. ايه؟ بحبك يا كبير. مش مصدق نفسي. أموت. ايه ده؟ ايوه اياد، بقول لك عايزك تجمع لي الشباب، كل الشباب، واد ابراهيم زيجو وياسين. ايوه انا جاي لك. الحمد لله على السلامة. ايه انت لسه فاكر؟ يلا سلام. في ايه؟ بتعمل ايه يا جدع؟ وانت مال امك؟ الفلوس دي راحة لصاحب نصيبها، واللي موجود هنا هندور بيه المشروع، فهمت؟ طب الفلوس دي هنوديها فين؟ اسمع يا شعلان، عايزك تقعد هنا ترابط جنب الفلوس دي، تحافظ عليها وتأمنها، فاهم؟ طب ما نوديها بنك. بنك؟ بنك ايه يا حمار انت؟ كده هنتشام. هيقولك بقى الفلوس دي جايه منين؟ وراحة فين؟ وبتاعت مين؟ يا نهار اسود، ما كنتش فاهم كده. الله ينور عليك يا كبير. انا عمرك هتفهم حاجة. ما تقلقش، في دمي. انت بس خليك راقد على الفلوس، وانا ان شاء الله بالليل هسطرها بمعرفتي في مكان امان. زي فرخة دايخة يا حبيبي. يا كبير. ايه؟ بحبك يا كبير. مش مصدق نفسي. Thank you.
كده 170. يا شافعي يلي ما بتعرفيش تصوتي تعالي صوتي. قلبوني في السن ده، ده حتى عيب. قلبوني يا شافعي قلبوني. انا اتجوز واحده مش من مصر حتى، وجايه وكرمتها وحبيتها انا، تخليني نايم جنبها؟ معقوله يا شافعي؟ يعني انا تقوم تجيب لي عصير تحط لي فيه منوم اروح متهول مره واحده؟ ده كلام؟ وبعدين انا مش انا اللي اتقلب، مش انا صارف على دي الجمجمه دي اللي انت شايفها، مصروف عليها في الخن فلوس كتير جدا، يعني متخدره، يعني لو عملوا لي عمليه مش هحس. طب دي عملت فيها ايه؟ ادي فيه يعني الله في ازاي اجيبهم منين دلوقتي دول؟ يعني خلاص اهو مشيت، اجيبها منين؟ اجيب حقي منين اللي اتاخد؟ بص بلغ عنهم البوليس. بلغ البوليس يا غبي يا ابني الغبيه. بوليس ايه؟ احنا عارفين هم خرجوا منين، عن طريق ليبيا، عن طريق مش عارف ايه، راحوا فين، هجيبهم ازاي؟ ما انت اللي غلطانه يا معلم. ليه؟ حد في الدنيا اللي رواها النيل يتجوز عيله صغيره؟ عيله صغيره؟ ما انت حمار، انت اصلا حمار. اهي التركيبه اللي انت فيها دي، انت تعرف انت كان ممكن ده ما يبقاش موجود، الحمار اللي قدامي ده ما يبقاش موجود. ليه؟ مش انت بتغلطني ان انا اتجوزت الاوزي؟ الاوزي الاوزي اوزي الاوزي اوزي في اي حاجه ترجعك 30 سنه ورا، لان اوزي يبقى انا ما غلطتش. ما غلطتش، هي اللي طبعها كده حراميه، اعمل ايه؟ وحبيتها. تفاصيل انت غاوي تفاصيل يا ابني الغبيه. انت هتتساير معايا وتاخد وتدي وتقول لي تفاصيل عشان اتكلمت معاك؟ ده كلام يا شافعي؟ طب اعمل لك ايه يا معلم؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارف اعمل ايه. سرقت كله كله كل الفلوس، كل الفلوس، خدت كل الفلوس اللي في الدولاب والذهب وكل حاجه، ما خليتليش اي حاجه في البيت، يعني كويس انا ما بخليش الاكل اللي في الثلاجه. يعني ما معكش نجيب فطار؟ لا شكك، وبعدين نبقى نديله. مش عارف النسوان، ما هو اللي يعمل النسوان كده يشرب بقى، يشرب. صباح الخير يا عطية. صباح الخير يا ست الكل، ازيك؟ سلام عليكم يا سيد المعلمين. صباح الخير يا ابو سعيد. انا عامله لك بقى اكل، عايزك تدوق وتستطعم وتقول لي رايك ايه. ايه ده يا ابو سعيد؟ طبيخ على الصبح؟ وماله؟ انا لسه فاطر. اخصى عليك ما تقولش كده، ده انا سهرانه طول الليل اعمله لك بايديا. عايزك بقى تدوق وتقول لي طبيخي ولا طبيخ الست ام عاصم ولا المرحومه الله يرحمها ام سناء، شوف مين اجدع. في ايه يا ولية؟ انت بتنظري على ايه بالظبط؟ انت مالك ومال ام عاصم وامه؟ في ايه؟ ما تقولي يا ولية بتيجي دغري على طول. الحلال. نعم؟ الحلال يا سيدي المعلمين. الحلال والمثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. فهمت. عندك بنت عايزه اتجوزها؟ ها؟ لا بنت، اسم الله على مقامك. ما انا قدامك اهو، عايزه اسقف بيت واعمر غيط. رايك ايه يا سيدي المعلمين؟ دي بتسقمي على ايه بالظبط يا وليا؟ جري يا معلم، ما تصحصح معايا كده، بسقم على الجواز، وبعدين اوعى تفتكر ان انا رميه ولا مش لاقيه رجاله. لا وحياتك، دول بيترموا كده، بيترموا حواليا، بس انا مره مزاجنجيه، احب اختار الراجل بنفسي، وبعدين لما يكون راجل يشخطه ونطره وراجل متع زيك، وبعدين الدهن في العتق يا معلم. قلت ايه بقى؟ انا بقول ايه؟ طب انا اتجوزت قبل كده وبعدين لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، اتدغهم ثلاثة. اخسى عليك اوعى تقول كده. اخسى عليك انت. يعني انا كنت استفدت ايه قبل كده في الجوازتين اللي فاتوا؟ لا 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 يا عينيا، ما هو صوابعك مش زي بعضيها. انا
أنا غير، وبعدين هو مش هيبقى جواز وبس، هيبقى جواز وبيزنس. مش فاهمها يعني إزاي؟ أقول لك يعني القرشين اللي معايا عالقرشين اللي معاك نلخبطهم على بعض ونعمل معرض، والمعرض يجيب معرض. قلت إيه بقى؟ ايوه بس انت ايه يعني اللي غير رايك؟ ها طب ما انت كنت الاول بتقول لي انا بدريه ماليش دعوه بالحكومه ومش عايزه ادفع ضرائب. انت وحياتك اللي غيرت رايي. انت يا سي السيد، انت يا راجل يا جديد، عشانك يا اخويا اعمل اي حاجه. وبعدين بدل ما انت فيها ابقى انا فيها ولا اخفيها. قلت ايه بقى؟ ودي يتقال فيها حاجة. ايه دول يا زيزو؟ فلوسك يا سناء، حقك عشان جدعنتك ووقفتك جنبي. بتدفع لي تمن وقفتي جنبك؟ هعمل بيهم ايه؟ في ايه يا سناء؟ ده حقك وحق كل الناس اللي معايا، من اكبر واحد لاصغر واحد. خد الفلوس اعملي بيهم اي حاجه، اشتري بيهم المعرض ده بدل الحوجة اللي يسوى اللي ما يسواش. أنا عارف إنك جدعة وهتعرفي اللي ورا الشغل، وفي يوم من الأيام هنتسند عليكي. شكرا يا زيزو، مش عايزة الفلوس دي، شيلهم. خد الفلوس يا سناء، اسمعي الكلام. أنا خلاص ما بقاليش سكة، الدنيا بتقفل عليا. يمكن في يوم من الأيام لما يجرالي حاجة تبقي ظهر لأمي وابني. خلاص عليك ما تقولش كده بعد الشر. طب يا أخويا هو أنت إيه اللي حوجك؟ يعني السكة دي إيه اللي حوجك ليها؟ حواجني كتير يا سناء. أنا خرجت من السجن تايه، دنيا غير الدنيا، شارع غير الشارع، وناس غير الناس. وسط كل التوهة دي لمحت أمل، وانت عارفاني ميأسش. الأمل ده مش فيا ولا فيكي، الأمل في اللي جاي. العيال اللي دماغها زي الألماز ومتبهدلة في الشارع يمين وشمال، الناس الغلابة واللي مش لاقية طريق لأن محدش حط رجليه على طريق، العيال اللي ايديها تتلف في حرير ومعندهمش أي حاجة يعملوها غير الشخبطة والطنطنة والرسم على الحيطان. عشان كل اللي خايف على أولاده من بكرة. وبتسألني بحبك ليه؟ ايوه انا لسه شايفه حالا. تمام، تعال
عليك، جهز نفسك بنعدلها يا عروسه. ازيكم يا شباب؟ ازيك يا عبد عزيزو؟ تعالى يا عروسه. انت كنت فين؟ ايه اللي كنت فين؟ ايه اللي كنت فين؟ طب معلش انا هروح اقعد مع الشباب بس. وانت ايه كنت فين كل ده؟ في الشغل. عارف موبايلك ليه وانت في الشغل؟ عادي كان ضايع يعني. عادي كان ضايع؟ عادي كده موبايلك ضايع؟ وانت مالك؟ انت هتعملي تحقيق؟ اقعدي اقعدي، مفيش كلام فارغ. بقول لك ايه؟ ايه الجو ده؟ ما بحبوش الراجل الغامض ده، انا ما بحبوش ما بستحملوش. ايه الراجل الغامض؟ انت بتثق فيا ولا لا؟ بتثق فيا ولا لا؟ لا. اهو صح. عارفه لو قلت غير كده كنت ازعل منك. تعالى خد الكلام. مش عارف دماغي مصدعه. معاكيش حاجه للصداع؟ اه معايا. دماغي ايه؟ دفتر. عملت ايه من الحق بموضوع النو هاوي ده؟ اللي هو ما قلنا ماليسيا والصين والنوها و ماليسيا اللي هو سر الصنع والكلام ده. كل حاجة موجودة على الانترنت، ممكن تشوفها زي ما انت عايز. بجد والله؟ صحيح ربنا. طب خلاص انا جهزت بقى سفرية لينا. جهزت؟ اه. بالنسبة لصيغة الجامعة خير يعني؟ ايه المناسبة وايه الصفة يعني؟ ايه؟ ايه اللي المناسبة؟ ايه؟ بتشتغلي معايا. وبعدين؟ المترجمة بتاعتي. ايه اللي صفة ايه؟ مترجمة يعني ايه؟ خليكي بقى تاكلي عيش بقى بمرض الله. هنلف لفه كده في شرق اسيا دي، نروح بقى ماليزيا، نروح الصين، نشوف الناس بتشتغل ازاي، وانت تترجمي لي الكلام لان انا ممكن اروح. ترجم لك الكلام وماليزيا؟ انا مش هقدر اسافر معاك يا عبد العزيز. لا هتسافري انت خلاص موظفه عندي يعني زي مديره اعمال. ماشي خلاص. لا ما انت هتمشمشي، يلا قومي جهزي. طب قاعدين شويه. لا لا يلا يلا خلصي قومي جهزي. ايه يا عبد العزيز هسافر دلوقتي؟ يلا بقى يلا. بص انت بقيت صعب قوي. يلا يلا خليك رجل اعمال كده. هجيب لك عبد العزيز. يلا بقى ماشي ماشي. بقى انا بقول لك ايه يا عبد العزيز؟ انت قلت تعمل ايه؟ ببيع الثلاجه زي ما انت قلت لنا عليها هديه المخلصه الكهربائيه دي. انا قلت لك عليها هديه؟ امال انت قلت ايه؟ طب حط الحاجات دي هنا. فين صيدليه سيف؟ صيدليه سيف في اخر الشارع ده. خد هات لي حاجه للصداع. هتعرف؟ صداع؟ طب اقول له ايه؟ قول له هات حاجه للصداع. طب واللي هو التهاب الجيوب الانفيه. قول له حاجه للصداع والتهاب الجيوب الانفيه. يلا ما تغيبش. هو هقول له كده. قول له كده هو هيعرف. طب ده ابوك ده اجيب حاجه ليا ركبات؟ عايز تجيب ايه؟ عايز اجيب دواء كحه. لا دواء كحه بالذات ما تجيبوش. وهات لي فاتوره. يلا يلا تعالى يا شباب. خير يا استاذ عبد العزيز؟ انا بامر الله قررت ابدا. انا بامر الله مسافر سفريه كده لاسيا. اسيا؟ اه ويمكن اطلع على الخليج وانا راجع. تروح وترجع بالسلامه يا استاذ عبد العزيز. ربنا يخليك يا ابراهيم. عايزكم تبداوا في مشروع شريحه التكييف وتجربوا الفكر بتاع التابلت ده واي حاجه في دماغكم زي ما اتفقنا. حصل يا ريس. حصل يا ريس. يلا ان شاء الله ربنا يكرمنا. بقول لك ايه؟ بقول لك تعالى دلوقتي. انا هتحرك دلوقتي واخد بالك؟ هخلع انا اروح اشوف الورشه عشان نثبت ده. تمام. وبعدين نتقابل انا وانت في الورشه بالليل عشان اقول لك تعمل ايه في موضوع السفر يعني وكده. ماشي؟ مين؟ خلي بالك. تقلقش. خلي بالك. قول يا رب. استنى يا اخويا. سلام. يلا سلام. مع السلامه يا شباب. سلام استاذ. وعد الحر دين علي يا عم زكريا. حقك اللي فرقدت انا وفيت بيه.
لسه النهاية ما جابتش آخرها. ايه يا راجل؟ اتصلت بيك تليفوناتك كلها مقفولة، سألت عليك في الشارع فقالوا انك هنا، تقعد هنا برضو؟ هو ده مقامك يا عبد العزيز؟ اصل انا راجل محبش انسى اصلي، والمكان ده عزيز عليا، بيفكرني بكل الحبايب اللي راحوا. الله يرحمهم يا سيدي، ولو انهم مهما كانوا يعني ما يغلوش على اللي خلقهم. عندك حق، أنا كده مطمن عليهم، بس كان ليهم دين في رقبتي. كلامك مش عاجبني، خطر. خطر عليا ولا عليك؟ أنا عمري ما يبقى فيه خطر عليا، أنا عايز مصلحتك وخايف عليك. آه، أنت جاي تخوفني، وأنا خلاص ما بقتش أخاف، قلبي مات مع اللي ماتوا. ده كلام كبير قوي يا ابني، وعواقبه وخيمة، لكن واجب على الكبير انه يحتضن الصغير ويفهمه غلطه. ولما انت عارف كده انك راجل كبير ومحترم، ما تبعد عنا احسن لك بدل ما تتهزق. الله 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 الله. اسمع يا عبد العزيز، الفلوس تجيلي وانا هسامحك واغفر لك طمعك وخيانتك اللي خانك منك، والفلوس دي حقي، رحمه ونور على عم زكريا اللي رجالتك موتوه. ده اذا كان على الرحمه والنور بقى، يبقى تروح تشوف ثبت شريك وتشتري 3 كيلو برتقال وتطلع بيهم على تربته، وما تنساش بقى تجيب له شيخ يقري له. الفلوس ترجع لي وإلا حسجنك للأبد. مش هتقدر، عينك لو دخلتني السجن هتبقى جنبي، مشرف أبو زومو النمرة. هو أنا ما قلتلكش مش الورق اللي معاك مزور؟ أحسن لك بقى إنساني خالص، ابعد عن طريق أنت والكلب اللي باعك. أنا هديلك فرصة لبكرة الصبح، إن الفلوس ما جاتش هتشوف الوش التاني يا عبد العزيز. معلش يا مها، عبد العزيز قال لي لازم اكون في المطار قبل ميعاد الطياره بساعتين. طب خدي بالك من نفسك، ولو اني يعني مش موافقه على السفريه دي، بس اعمل ايه في دماغك الناشفه؟ ليه يعني مش موافقه يا ميجي؟ وبعدين محدش عارف الخير فين، وانا بقى بصراحه محتاجه السفريه دي جدا عشان اغير جو. انا عمري ما سافرت بره مصر ولا حتى جوه مصر. يعني هو عبد العزيز شغل؟ ايوه طبعا شغل، امال ايه يعني؟ وبعدين انت نسيتي ان انا ماسكه شغل كله دلوقتي. ماشي يا ستي، بقول لك ايه، اول ما توصلي تكلميني وتطمنيني عليكي، فاهمه؟ فاهمه. وعلى كل شوية تكلميني تطمنيني عليك. كل شوية تكلميني تطمنيني عليك. حاضر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. باي باي. خدي بالك من النفس. حاضر. قلت بالله العظيم انا كنت هاخد الفلوس من عبد العزيز، بس عشان اجيبها لك انا كنت عايز اثبت لك بس ان عبد العزيز ده خاين ومحدش يثق فيه. عوده كمان، عوده انا كنت بعمل له خيه. الله، كذاب وعوده كلب. ما ردش عليا وهو عارف ان العمليه لحسابنا. انت طويت عوده تحت دراعك
ولعبتها لحسابك. ومن امتى انت بتدي قرارات من غير ما ترجع لي؟ ها؟ وفي ايه؟ في عملية كبيرة زي دي؟ عندك حق، بس انا طول عمري رجلك عمري ما خنت. خاين، خنت العهد وخنت الأمانة وخنت نفسك. اللي عملته ده هو الخيانة بعينها. دلوقتي عبد العزيز بالنسبة لي أوفى منك. لا طب يا دكتور اديني فرصة تانية، اديني فرصة تانية أكفر عن ذنوبي وأبقى خدامة تحت رجليك. تلت بالله العظيم أبقى خدامة. ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دكتور ابقوا نظفوا مكان. لا دكتور لا 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 دكتور We'll be right back.
مش ناوي تنطع يا عمور. ما اعرفش حاجه. اطلع فين يا لما تنطع؟ ما كنتش عارف انك مسخي قوي كده انت وجماعتك. استحليتوا دم الشهداء واعتقلتوا باحلام الناس والدين. عشان ما كسب رخيصه اصفخص. اخلص وقول فين الملفات. نزلوه. فكوه. عبد العزيز فين يا حبيبي؟ معرفش. معقول تكون دخلت أمن الدولة وما استفدتش؟ شوية ملح. كده امن الدوله رجع التاني بجد. شيلوا الغمامه من على عينيه. ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ ادري بيه؟ انت ما تقول يا باشا انك عايزني وانا كنت جيت لحد عندك بدل البهدله اللي احنا فيها دي. انا عارف انك جدع زعلان وعارف انك بتحبني مش كده؟ ربنا الوحيد اللي عالم انا بحبك قد ايه يا باشا. فين الورق والفلوس يا زعلان؟ ورق وفلوس ايه لمؤاخذه؟ وبعدين ما هو مش عايز قبل لصحتك الورق لحد عندك. قبل الورق المزور. انا عايز الورق السليم. لا يا باشا عبد العزيز صاحبي وانا عارفه كويس طول عمره ماشي سليم. اربطوه يا باشا. استنى بس ربطه وفك ايه؟ قول لي انت عايز ايه وانا اريحك. وبعدين هو مين ده؟ نسيت اعرفك بيه. بس انا بشبه عليه يا باشا، شفته في حته قبل كده. ده اياد صاحبك. اياد مين؟ يا نهار اسود انت اللي عملتك فيه كده؟ ده ملوش ذنب في حاجه، ملوش في الليله دي يا باشا. كنت اقول انت عايزه وانا اجيبه لك لحد عندك. عايز الورق وعايز الفلوس. طب وايه؟ خده، ملوش لازمه عندي. خده معاك والجمخ كمان هيروح معاك. وايه سمو الجمخ؟ هو انا اضمنك؟ ده انت رد سجون. الجمخ يروح معاك تسلمه كل حاجه، لو ما سلمتهالوش هيبقى لي كلام تاني معاك. طب وحلاوته ايه يا كبير؟ قلت لك الورق. الفلوس اللي عندك. فلوس ايه لا مؤاخذه؟ انا بقول لك ان الدنيا عندي مقصفره وما يعيش ولا جنيه. على بابا. الفلوس. الفلوس اللي عند عبد العزيز، انا في حساب مفتوح بيني وبينه. انت بقى اللي طوله من الهبره خده. عندك العيب يا باشا. بس بعد كده مش هتشوف وشي تاني هنا خالص. تمام يا سيدي. طب الواد اياد انا عايزه معايا. خده. مالك يا اياد عملوا فيك ايه؟ يا نهار اسود. ليه كده يا جدعان؟ حرام والله يا باشا. بموت. طب فكوه يا جدعان معايا مش كده؟ فكوه. معلش يا صاحبي. شيلوه حطوه في العربية معاهم. يلا يا جمخ معاهم. تجيب لي الورق والفلوس. حاضر يا باشا. يا نهار اسود. الورق السليم يا جمخ. فين الورق والفلوس يا شعلان؟
ورق وفلوس ايه لمؤاخذه؟ وبعدين ما هو مش عايز جاب لي صحتك الورق لحد عندك. جاب لي الورق المزور، انا عايز الورق السليم. لا يا باشا، ابو عزيز صاحبي وانا عارفه كويس، طول عمره ماشي سليم. اربطوه يا باشا. استنى بس، ربطه وفك ايه؟ قول لي انت عايز ايه وانا اريحك. وبعدين هو مين ده؟ نسيت اعرفك بيه، بس انا بشبه عليه يا باشا، شفته حتى قبل كده. ده اياد صاحبك. اياد؟ اياد مين؟ يا نهار اسود، انت اللي عملتك فيه كده؟ ده ملوش ذنب في حاجه، ملوش في الليله دي يا باشا. كنت اقول انت عايز ايه وانا اجيبه لك لحد عندك. عايز الورق وعايز الفلوس. طب وياد؟ خده، ملوش لازمه عندي، خده معاك، والجمخ كمان هيروح معاك. وايه لزوم الجمخ؟ هو انا اضمنك؟ ده انت رد سجون. الجمخ يروح معاك، تسلمه كل حاجه، لو ما سلمتهالوش هيبقى لي كلام تاني معاك. طب وحلاوتي ايه يا كبير؟ قلت لك الورق. الفلوس اللي عندك. فلوس ايه لمؤاخذة؟ انا بقول لك ان الدنيا عندي مقصفرة وما يعيش ولا جنيه. على بابا. الفلوس، الفلوس اللي عند عبد العزيز، انا في حساب مفتوح بيني وبينه. انت بقى اللي طوله من الهبره خده. عندك العيب يا باشا، بس بعد كده مش هتشوف وشي تاني هنا خالص. تمام يا سيدي. طب الواد اياد انا عايزه معايا. خده. مالك يا اياد؟ عملوا فيك ايه؟ يا نهار اسود، ليه كده يا جدعان؟ حرام الله يا باشا. بموت. طب فكوه يا جدعان معايا، مش كده؟ فكوه. معلش يا صاحبي. شيلوه حطوه في العربية معاهم. يلا يا جمخ معاهم. تجيب لي الورق والفلوس. حاضر يا باشا. يا نهار اسود. الورق السليم يا جمخ. أنا اللي عملت في نفسي كده يا مريم. يعني إيه؟ مش فاهم. هي دي الحقيقة. أحلام خدتني الدنيا غير الدنيا اللي إحنا عايشينها. عشت عمري جوه الكتب، الأفكار، العبارات، شعارات الرنانة. دخلت برجلي جوه عالم ما كانش موجود غير في خيالي انا لوحدي. كتب، مجرد كتب، حبر على ورق. اتضح لي ان قانون الغابة هو اللي مسيطر، واللي ماشي معاه هو اللي كسبان. تاكل في بعضها زي السمر. الظاهر اني كنت عايش زي الجعان اللي بيحلم بسوق العيش. ما دايما نصحتك، ياما قلت لك انتبه لبيتك وابنك، قعدت تقول لي الثوره والثوار. اللي عملوا فيا كده عمرهم ما كانوا من الثوره ولا امنوا بيها ولا كانوا من الثوار. باعوا الثوره والثوار في اول مكسب قابلهم. تجربة الدين وتجربة الوطنية والمبادئ، سوق، سوق الأخلاق في بيت للبيع. انت عندك حق يا مريم، انا من النهاردة كفرت بالأفكار دي. انا هعيش زي غيري ما هو عايش، مقلباتي ومهلباتي وفهلوي. طالما سوق الفهلوة هو اللي ماشي، والكتب اللي انت شايفاها دي، واللي عشت سنين عمري ما مقق عيني فيها، وبقول بكرة الأفكار اللي فيها هتتحقق،
بحبل كيلو، لأن ما بقتش واثق إن حتى اللي ألفوها وكتبوها بيعملوا بالأفكار اللي فيها. يا بلد تخلفينا ليه لما انت كرهانة؟ خسرت اللي مات، دم راح حاضر ورا 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 اصور ورا اصور ورا اصور ورا اصور ورا اصور ورا يا ورا يا وطن على الورق، حلمت فيك على الورق والعالم فيك على الورق، خدعني فيك صوت الورق وسافرت فيك على الورق. اتجوز؟ لا يا اختي لسه في حل الكلام ده. اهو ده اللي حصل يا ام صنعه، الوليه حربوقه فضلت تتحنجله في الروحه والجايه لحد ما خدها في ايده وراح للمأذون، ودلوقتي بيكتبوا الكتاب. يا خرابي، رجاله يا اختي مالهاش امان. بس انت عرفت منين يا ام عاصم؟ الواد جعوره الله يبارك له اتصل بيا وبلغني، اصله خد اللي يشك في نظره عطيه، والجدع اللي شغال في المعرض عند سناء وراحوا يشهدوا على العقد. شفتي؟ شفتي الراجل وقلة أصله؟ الراجل الخاين تهون عليه العشرة. ربنا يسوقك يا سناء يا رب، تشوفيني صرفة مع أبوكي. والنبي يا أختي ما تعملي في نفسك كده، مفيش حد يسأل يا أم عاصم. ربنا يا رب على المفتري يا رب. يا ملت بختك يا كريمة، يا ملت بختك يا كريمة. حاجة تانية يا فندم؟ لو ممكن معقول سيدي؟ تحت الأرض. حاجة تانية يا فندم؟ شرفتني. كنت عايز أعمل كشير. كتير فندم، شكرا. تلاقي دي يا دكتور أحمد؟ شايف بيها كويس؟ الحمد لله. طيب. انا بقالي مده اصلا نايم زغلله. طيب اجي اقرا جورنال كتاب. طبيعي يا حاج الطلب، طبيعي طبيعي. شفت بيها كويس؟ الحمد لله. طيب. على البركه. عايز حاجه للكش؟ على البركه. اديك حاجه للكش. عندي حاجه اعشاب كويسه قوي. يا ريت. ماشي؟ طبيعي؟ ماشي طبيعي؟ لا لا خالص. طيب. زي الفل. تاخد كيسين ثلاث مرات في اليوم. ماشي؟ على الريق ولا؟ لا لا مفيش مشكله خالص في اي وقت. ماشي 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 انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. انا عارف ايه اللي طصني في عينيا واتجوزت الاثنين اللي قبلك. التالتة تبت يا شرشوبي. يا ولية يا شرشوبي، دلعيني بشرشوبي، لا تشوفيني اسمي عادي. يا اخويا ما انا بحتاس في اسمك شرشوبي. اقول لك ايه؟ يا شرشر ولا يا قومي؟ يا ولية ما انا اسمي عمر، دلعي عمر. فاتتني ديس يا عمر. انا بنت اللي جنني واحنا بنكتب الكتاب. ام سعيد يبقى اسمها نهاد، المعلمه نهاد. ودي فيها ايه بقى؟ زي الناس يا اخويا، ما كل الناس. هي مين دي اللي معلمه يا شرشابي؟ وما عادها لي على مكتبك. انت خدت يا راجل على كبر، ومال ذوقك بقى عفش كده؟ اخرتها بترمرم وتشال اسمك لنسوان الشارع. مين دي يا سي عمر؟ انا وليا. ها ده انا هوريك اللي عمرك ما شفتيه. يا ولولو يا ابني، ده انا هوريك. بس يا بنت يا بنت يا معلم، انت دلوقتي بتشيب كده قدام عيني. يا بنت يا بنت يا بنت
عمر هو اللي هياخدلي حقي. كريمة انت طالق. اتطلقت من النبي يا وليه سيبيلها راجعة. اتطلقني ايه؟ اتطلقني يا شرشابي عشان بوز الاخص دي. بس يا وليه ما تعمليش فيها من الاس. اطلعي برا برا. خلاص يا معلم ما تحطش ايدك على خدك كده وقاعد تولول. فداك يا معلم كل حاجة. فدايا ايه؟ فدايا ايه؟ انت مش فاهم حاجة. فدايا ايه؟ اكبر غلطة غلطتها انا في حياتي ان انا راح اتجوز حتة بنت صغيرة قد ولادي. ده كلام قالوا ايه؟ قلت لنفسي الدنيا هترجع بيك لورا عمرها ما هتطلع لقدام. عيالة صغيرة هترجعك تاني شباب. طلع كله كلام كده. قلت فلوسي هتخليني املك كل حاجه واعمل كل حاجه. برضه طلع كده. مش الفلوس اللي بتعمل كل حاجه. يا فلوس ايه ده اللي انا فيه ده كله؟ ما كانش اصلي. لا يا شافعي كان تايواني. وفضلت ماشي ماشي كل ما امشي كل ما امشي هلا الدنيا بتاخدني في مشاوير تهبدني تهبدني وترزعني في الارض 70-80 رزعه. لما جدتي تهدت قلت عشان ايه؟ عشان حته بنت صغيره. يا نهار اسود النايل. واللي يغيظك ان انا عارف ان انا جايب نمر صغير. نمر شكله جميل كده لما بيبقى صغير. قعدت اربي فيه وتخانه وكبره واكله. واول ما طلع له ضوافر غرزها فيا انا. شفت ايه اللي حصل لي؟ بص يا معلم درس وعلمك وايدك في ايدي بقى. نشتغل من الاول وجديد ونرجع المعلم انديل الكينج بتاع السوق كله. وبلاش بقى المهيصه الفارغه اللي انت عايز فيها دي. مهيصه ايه بس؟ انا كل ده ما فهمتش اللي انا قلته ده كله. تقول لي مهيصه؟ انت بتفهمش؟ هتفضل طول عمرك تشط كده؟ حقك عليا يا معلم ما تزعلش مني. بس برضه انت مش غلطان الحقيقه بجد. هو اللي بيعمل النسوان تجارته يا خسارته. لا 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 الموضوع ده كفايه بقى قوي كده. كفايه لغايه كده. انا هشوف شغلي واقف على رجلي من جديد وانسى موضوع النسوان ده. والله يا شافعي والله لو حوريه نزلت من الجنه مش هيحصل. سمعت اللي قلت لك عليه؟ يعني ايه يا معلم؟ ايه هو اللي يعني ايه؟ بتكلم عربي ولا لوندي؟ يعني شطبنا يا روح امك. ما عنديش ليك شغل. روح. طب انا عملت ايه يا معلم؟ يعني ليه قطع العيش ده؟ يا سلام يا اخويا من غير ما تعمل. بس انا ما بشغلش عندي جواسيس. روح للي زارعينك واشتكي لهم همك وبوريني هيعملوا لك ايه. صفي حسابك ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. كده ماشي يا معلم. ايه هو اللي ماشي يا واد؟ انت بتجزلي على اسنانك؟ قول لي فاضل لك كام من حسابك وتغور من هنا ما اشوفش وشك تاني؟ 500 جنيه عالجزمه عالجزمه وما اشوفش وش اهلك تاني. قلبي عندك ربنا على المفتري. اديت 6 سنين مش هيخلصها اللي حصل ده يا ابوها خالص خالص. يا واد اخلص شويه. ابوك مين؟ ابوك طلقني رمى عليا اليمين تاني. يا كريمه تاني. اعمل فيك ايه يا شرشابي بس يا ربي؟ معلش يا حبيبتي معلش هطلع لك روح امه. الورقة يا استاذ هاد تمام يا باشا؟ حبايب كده؟ حبايب يا شعلان. بس لو طلع بقى الورق والملفات دي شمال ولا طلع في نسخة تانية مع عبد العزيز مش هنبقى حبايب. وساعتها هجيبك لو كنت على ظهر القمر. وساعتها بقى يا باشا ربنا ما يجيب ساعتها دي أبدا. الحمد لله إن هي صدرت على قد كده. فضل وعدل. روح أنت يا شعلان. خلي بالك من نفسك يا ابني.
وما تخليش الفلوس تنسيك الاخلاق والمبادئ. تمام يا باشا. يلا اتكل على الله شوف مصلحتك. اتكل على الله. بصي يا ندى حلوة قوي بجد تحفة. عجبتك يا حنونة يا حبيبتي؟ ما هو من اللي احببني اصحابه. انا بقى فين هديتي؟ يا نهار اسود على الموقف المحرج. يا سلام ليه بقى محرج؟ بصي يا ندى بصراحة انا كان معايا حبة فلوس صغيرة قوي، يا دوب جبت حاجات ليا انا وماجدة. بس بصي اقول لك حاجة، المرة الجاية هجيب لك حاجات كتير. هي لسه فيها مرة جاية؟ ايوه في مرة جاية. لا 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 ولا جاية ولا رايحة، خلاص انا مش عايزة حاجة، انا اصلا حظي وحش. اخص عليك يا حنونة، خلاص خدي حاجتي. ايه ده ايه ده، هتشحتي عليا ولا ايه؟ عنك ما خدتيها تفلقي. عشان تعرفي ان انت هبلة وعبيطة بتتقمصي بسرعة. وانا من امتى نسيتك يا ندى؟ هديتك يا روحي موجوده. انا اصلا عارفه ان انت بتشتغليني. لا يا شيخه شاطره قوي. ايه ده ايه ده، ايه الحاجات اللي انت جايباها متدلعه دي يا كتكوته؟ من امتى بتلبسي الحاجات دي؟ يا رب انا نفسي تبطل تحط مناخيرها في كل حاجه، حشريه بطريقه. ايه ده علينا الكلام ده ولا ايه؟ طب سين اتبسطتي في الرحله ولا لا؟ جيم اتبسطت قوي. سين تاني الموز كان لطيف معاكي؟ نرفض هذه الانواع من الاسئله، اللي ده وعر خجل يعني. لا ماليش دعوه، عايزه افهم انت ايه في الرحله. مع عبد العزيز. يا اختي عبد العزيز. عبد العزيز ده اطيب بني ادم انا قابلته في حياتي، حنين قوي يا ماجده. يا ستي على الحنين قوي ده، احكي لي بقى كنتوا بتعملوا ايه طول النهار؟ رحت فين بالظبط؟ يعني كان بيفسحك فين؟ بيوختك فين؟ اماكن الصور حلوه ايه؟ قول لنا بالظبط. استنى بس يا ندى انا عايزه افهم مكان بيحصل بقى. يا بنات اهدوا يا بنات هقول لكم، بطلوا استنوا. انا عايزه اعرف. طب لبستي مايو؟ ازاي يعني يا جماعه اللي بتقولوا ده؟ يعني حاولي تبوسي. قول لنا ولا يقول. الشنط فوق. رجع عم خليل. ريحه الاكل حلوه قوي يا تيتا. هتاكل صوابعك وراه دي. بتعملوا ايه يا صيع؟ بابا بابا بابا. وحشني 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 يا كلب. على سلامتك يا حبيبي. يا حمد الله على سلامتك. والله وحشتني الشويه دول ياما. انت كمان وحشتني قوي يا دنايا. معقوله اما سايبه البيت ده كله قاعده في المطبخ؟ هو ده مطبخ؟ دي شقه يربح فيها الخير يا حبيبي. مش كنت خدت لنا شقه دوبلوكس كده على قد ايه؟ دوبلوكس؟ اسمع يا عفريت. مفيش فايده فيك يا ماما والله. ايه بقول لك ايه؟ روح غير هدومك بقى عقبال ما اجهز لك الاكل. طب وانت بتطبخي بنفسك ليه؟ امال خليل ده بيعمل ايه يا ماما؟ خليل بلا قرف بيطبخ زي امك برضه يا حبيبي. يلا روح غير. ماشي. وانت عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. وحشتني قوي. وانت كمان. مبسوط في البيت الجديد؟ دي سيزا كل النوم كل النهار والليل قاعده في الجنينه بتقرا القران. وانت بتلعب في الجنينه؟ طب ما تجيب بوسه. خد قفا. واحد اثنين يلا. خد ده كمان. شكرا. المستندات اللي في ايدك دي بتثبت ان عبد العزيز لسه عنده قضايا ما اتقفلتش، وان هو جزء من الدوله العميقه. والسيديهات دي صوت وصورة بتثبت ان هو تاجر سلاح، يعني خطر على الامن القومي. وحضرتك ليه ما قدمتش بلاغ بقى للنائب العام بالمستندات دي؟ مدام حريص قوي كده على الامن القومي. انا حبيت انها تيجي منك يا سيادة اللواء، مش انت جهة مسؤولة ولا ايه؟ انا سلطة تنفيذية يا دكتور، وحضرتك السيد العارفين. الا اذا بقى كنت متغرب مع عبد العزيز في حاجة كده ولا كده وعايزة تيجي مني. وليه ما تقولش ان انا عايز ان انت تبقى من رجالتنا وتبقى حريص نفس حرصنا على امن الوطن؟ عشان كده بديك ملف القضية دي علشان تزكيك وتعمل لك صوت، يمكن في يوم من الايام تمسك الوزارة. ومش بعيد اليوم ده يبقى قريب او بعيد، المهم كسب الثقة. على عموم دكتور ثق تماما اني هعمل كل مجهودي في مراجعة المستندات دي، وهعمل اللازم لان ده من صميم شغلي. طيب وال السيديهات دي ملهاش اي قيمه عندي طالما مفيش اذن من النيابه. بسيطه، نجيب لك اذن من النيابه.
المره الجايه بقى انا هاخدك معايا لما اكون مسافر ابي عبد الرحيم. ليه؟ عشان تتفرج تشوف الناس بتشتغل ازاي. بدل ما انت قاعد كده عمال تاكل وخلاص. على فكره وزنك زاد، خلي بالك، عايز جسمك يبقى رياضي. حاضر. ايه اللي حاضر؟ ما تاكلش كتير. حاضر. ما تاكلش حلويات كتير. مش هاكل. ما تاكلش شوكولاتات كتير. طب والله ما انا واكل. تعرف ادي عبد الرحيم؟ نفسي تطلع واحد كده من العلماء اللي هم مخترعين دول، ده انا شفت حاجات بره. خليها على الله. خليها على الله؟ يا ابني انا بكلمك، بص لي وانا بكلمك. اصبر يا عم، فاتح الفيسبوك. الله، فاتح ايه؟ الفيسبوك. وبتعمل ايه على الهباب ده؟ بكلم بنات اصحابي. بنات اصحابك؟ اه. انت ليك اصحاب بنات يا؟ ايوه زي ما انت ليه. يا نهار اسود، حق عواطف. بقول لك اصحاب بنات. اعمل فيه ايه ده؟ لا لا انا هموته. الواد باظ يا اما. لا ما باظ يا حبيبي، بعد الشر يا حبيبي. ايوه كده. انت تعب نفسك كده ليه يا شيخه؟ تعب ايه ولا تعب ولا حاجه. انا هسالك سؤال بقى دلوقتي. قول يا حبيبي. انا جايبك هنا عشان ترتاحي ولا لا؟ اه طبعا عشان ارتاح. كل الناس اللي شغالين تحتيك دول ما بيشتغلوش ليه؟ بيشتغلوا يا حبيبي، بس انا ما اقدرش اقعد كده، مش متعوده على كده. بس طول ما انت مبسوط وعبد الرحيم الصغير مبسوط تتعب مبسوطه. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. والله ربنا يخليك. الله يرحمك يا عبد الرحيم، كان نفسي تعيش وشوف ابنك بالنجاح ده كله. الله يرحمك. مات وهو شقيان. يا رايه اما مالك قلبتها كده مسلسلات ليه؟ ولا مسلسلات يا حبيب قلبي. ايه كلام الناس الكبار ده؟ هناخد زماننا وزمن غيرنا. ده انت سخنت. ايه يا طوفة؟ ده انت عيالة. يلا اختشي يا واد. يلا يلا على بابا. يلا على بابا. يلا على بابا. سيب الهبال. يا شعلان. ايه يا زفت؟ انت فين يا ابني غطسان؟ عمال اكلمك التليفون مقفول مقفول. يا شعلان. يا شعلان. خط قطع. يا شعلان رقم جديد ايه يا ابني؟ ايه؟ في المعرض؟ طيب طيب انا جاي لك حالا. في ايه يا عبد العزيز؟ لا ما تقلقش يا ام خير، مفيش. شفت يا ستي الفيسبوك قطع. يعني ايه يعدي من المطار عادي كده؟ مفيش ترقب وصول؟ يطلع امر بالقبض عليه فورا. انا هنهزر؟ استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الناس خلاص ما بقاش عندها ضمير. عسكروا كل عب زيزو، كسروا المحلات وضيعوا شقه الناس اللي بتتعب عشان تاكل لقمه العيش، وخطفوا عب اياد، والضرب كان بكل حته ومحدش عارف يعمل حاجه. ازاي ده يحصل يا عمي وانتم موجودين؟ احنا يا ابني جينا بعد اللي حصل، لكن على العموم ملحوجه. قول لي انت بس مين اللي عملك ده؟ وإحنا عليا الطلاق بالتلاتة، ما نبقاش رجالة ولا نستاهل نكون عمامك. إن ما جبناها متعلق من عرجوبه فوق باب المعرض ده. لموا الكراكيب دي ولموا الخردة دي ورموها. خد يا عم. إيه دي يا ولد؟ الشنطة دي فيها فلوس، عايزك توضب المعرض وترجعه زي ما كان وأحسن. الرجالة بتاعتنا تنتشر في الشارع على معارضك والمعارض الجديدة اللي اشتريتها. ماشي. عايزكوا تحمل المكان وتصحى. طم خلي بالكم. ما تقلقش. طم. سلام يا ولد. يلا يا رجالة. عبدو. طم. 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 Oh,
خير الله ما اجعله خير يا رب استرها يا رب خير. سيبي اللي في ايدك وتعالي معايا دلوقتي حالا. خير يا معاصم؟ هنوقف شارع عبد العزيز على رجلي، ولو طلعتي سداده حبستك وبشبشك اخر بشبشه. لا مدام فيها بشبشه خدام تراب رجليكي. تعالي سيبني بس اطفي العنار واجيلك بسرعه. حاضر. ان وريتك يا شرشابي انت والحربوقه بتاعتك. يلا يلا بينا يلا. يلا يعني شعلان خان يا اياد؟ خاني انا؟ سلمني بعد ما مديت له ايدي؟ الإجابة عندك انت يا صاحبي. انا التجربة اثبتت لي ان انت اللي صح وانا اللي غلط. انا من هنا ورايح هقول نعم وحاضر من غير ما اقاوح او اجادل. لا لا يا صاحبي لا، انا مش عايز كده. مفيش فينا حد ملاك تقول لي صح لما ابقى صح وغلط لما ابقى غلط. عايزك ترجع اياد بتاع زمان اللي مفيش اي حاجه ممكن تكسره. انت فاهم؟ جايز يكونش علينا عمل كده عشان ينقذني من العذاب اللي كنت فيه. الدور الباقي على اللي كان معايا في الميدان دايم نايم اسمين لقمتني سعر حتى كوباية الشاي كنا بنصصها مع بعض. ألاقي نفسي في الآخر بتعذب بإيده. بس بقى متبقاش حمار بقى. مش هيحصل تاني يا إياد. طول ما أنا موجود مش هيحصل تاني. عايزك تقوم تقف على رجليك تنزل الشغل تفتح المعرض. محدش عارف بكره فيه ايه. بس مش قادر. حاسس انك كسرت عبد العزيز كده. متبقاش حمار بقى. كانوا قال اتموت. أوعدك إن مفيش ضربة هتجيلك تاني. كل الضربة هتلقى في صدري. ربنا يخليك يا عزيز. ربنا يخليك. شيل فلوسك يا شعلان. فلوسك ريحتها وحشة. يا نهار أسود. إيه الحلو ده يا محجوب؟ بقولك هنعدي خط الفقر وهنطلع لفوق. وبعدين يا عم ما تفكرش في نفسك. فكر في بناتك يا أبو سارة. يا عم مالكش دعوه بناتي، مالكش دعوه بناتي. انا طول ما انا عايش عمره هياكلوا لقمه حرام. الله، ومين قالك ان الفلوس دي حرام؟ ممكن شقيان فيها وتعبان فيها. شاك؟ ليه؟ بتعرق ذهب؟ بعرق ذهب، بعرق ذكاء، بعرق فهلاوه. وبعدين يا عم الحكمه ربنا هتتدخل فيها. ربنا؟ انت بالذات مالكش دعوه بكلمه ربنا دي خالص. ليه كافر؟ اعوذ بالله، انا مش بكفرك. اللي يحاسب العباد رب العباد هو اللي عارف كل واحد في السر والعلن. طب الحمد لله، يعني مش انت اللي هتحاسبني، ربنا هو اللي هيحاسبني. انا مش بحاسبك، انا مش بحاسبك. انت لك طريق وانا وبناتي لينا طريق تاني. انا ده اخر ده الخير كنت عايز اعمله لكم. خير؟ انت بتسمي ده خير؟ اه. ربنا يكفيك شر نفسك. ربنا يهديك 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 يا شعلان. شوف طريقك. يشوفك يا محبوب يا اخوي. يا رب
ما كانش بيدي حاجة أعملها. يعني عايزني كنت أعمل إيه؟ أسيبهم يخلصوا على إياد وبعد كده أدوروا عليك؟ مش بترد عليا ليه؟ ما تقول عليا يا عم أنت، أنا عملت كده عشان خوفي عليك وعشان العيش والملح. إيه ده؟ بتعمل إيه يا صاحبي؟ عايز ترمي النار يا صاحبي؟ خفت؟ خفت على عمرك يا شعلان؟ يا خسارة. طمعك في الدنيا خلاك نسيت كل حاجة، العيش والملح والجدعنة والراجل اللي مات وحلفنا ناخد بطاره، ونسيتني أنا. أنا اللي حطيت روحي على كفي عشان اللي زيك يعرف يعيش. أنت خاين يا شعلان، بس ما تخافش، مش هموتك لاني ما اخونش العيش والملح زيك. اطلع بره. انا مش خاين وعمري ما كنت خاين. بعد ما مشينا وراك وشفنا الملايين وشمينا ريحتها، اجي ابص فجاه ما الاقيش في جيبي ولا جنيه؟ وبعدين قول لي لو خلصوا عليك ورموني انا في السجن اعمل ايه؟ هو ده اللي كنت عايز اسمعه منك. الفلوس، ما بتفكرش غير في الفلوس. انت اناني طماع، بس انا اللي ما كنتش واخد بالي. عايز فلوس؟ خد فلوس يا شعلان، اشبع بيها. من النهارده انا من طريق وانت من طريق. اطلع بره، اطلع بره. ما كانش بيدي حاجه اعملها. يعني عايزني كنت اعمل ايه؟ أسيبهم يخلصوا على إياد وبعد كده أدوروا عليك؟ مش بترد عليا ليه؟ ما تقول عليا يا عم أنت، أنا عملت كده عشان خوفي عليك وعشان العيش والملح. إيه ده؟ بتعمل إيه يا صاحبي؟ عايز ترمي النار يا صاحبي؟ خفت؟ خفت على عمرك يا شعلان؟ يا خسارة. طمعك في الدنيا خلاك نسيت كل حاجة، العيش والملح والجدعنة والراجل اللي مات وحلفنا ناخد بطاره، ونسيتني انا. انا اللي حطيت روحي على كفي عشان اللي زيك يعرف يعيش. انت خاين يا شعلان، بس ما تخافش، مش هموتك لاني ما اخونش العيش والملح زيك. اطلع بره. أنا مش خاين وعمري ما كنت خاين. بعد ما مشينا وراك وشفنا الملايين وشمينا ريحتها، أجي أبص فجأة ما الاقيش في جيبي ولا جنيه؟ وبعدين قول لي لو خلصوا عليك ورموني أنا في السجن أعمل إيه؟ هو ده اللي كنت عايز أسمعه منك. الفلوس، ما بتفكرش غير في الفلوس. أنت أناني طماع، بس أنا اللي ما كنتش واخد بالي. عايز فلوس؟ خد فلوس يا شعلان، اشبع بيها. من النهارده انا من طريق وانت من طريق. اطلع بره، اطلع بره. في ايه؟ في ايه؟ زين قولي في حد؟ شوفي في ايه؟ خير الله امك على خير يا رب. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. في ايه يا حضره الضابط كفلنا الشر؟ معانا امر ضبط الاحضان عبد العزيز، هو فين؟ مش موجود، خرج. فتشوا الفيلا. ليه يا حضرة الضابط؟ هو فيني بالظبط؟ عمل ايه؟ ابني مظلوم. مظلوم؟ انت مش عارفه ان ابنك تاجر سلاح؟ ها؟ تاجر سلاح؟ هو يعني انت مش عارفه؟ يا لهوي، تاجر سلاح. ايوه يا عبد العزيز. ايوه يا ام. عايزين انا؟ البوليس عندنا هنا يا ابني وبيقولوا عليك تاجر سلاح. تعال بسرعه يا ابني. يا ام اهدي، ما تخافيش، ما تقلقيش، ان شاء الله الموضوع بسيط. انا هتصرف. اياكي تقولي لاي حد، خصوصا حنين، فاهمه؟ سلام. كنت متاكد ان هلاقيك. زعتر؟ زعتر مين؟
أنا الأمير أسامة منصور من بحث أمن الوطني. عشان انت راجل ابن بلد. ابن بلد ابن بلد. عشان كده عايزين تحبسوني. ما ولاد البلد بقوا هم الحيطه المايله اليومين دول. الركوبه اللي اي حد معدي بيركب عليها. يوصل للي هو عايزه وبعد كده يضحك علينا بكلمتين. ابن بلد. ما انت عارف القانون، اعمى. اعمى يعني ما يفرقش بين غني وفقير. بين باشا واحد على باب الله. انا خدت حقي وحق الناس اللي معايا. ما تاخدنيش يا عبد عزيز، انت برضه مشيت ولعبت مع الناس دول. ملعون ابو دول على دول. دي خناقه يا عمي، خناقه واحنا مالناش فيها. وانا لما دخلت الخناقه كنت عايز اجيب حقي وحق الناس اللي بتعض في الاسفلت. انا عارف انك بطل يا عبد عزيز. مش عايز ابقى بطل ولا نيله، عايزين نعيش. نعيش نبني المصنع ونحقق أحلام الناس، الناس اللي متعلقة في رقبتي. ما تستعجلش، كله بأوانه. السيدهات اللي معايا معلهاش غير صوتك انت بس، لكن بتكلم مين ولا مين بيكلمك مش باين خالص. هما لعبوها صح يا عبد عزيز، وانت بس اللي متصدر في الوش. عشان كده أنا عايز أنصحك بشكل أخوي، انت استلم نفسك واستلم الفلوس اللي معاك. آه، وبالتقارير اللي أنا كنت بكتبها هتبقى معاك وهتنفعك في القضية. بصراحة يعني يا عبد عزيز، أنا مستعجب أصلاً إن أنا أجيب البوكس وأشدك على الاسم. عشان كده عاوزة تيجي منك. أنت سلم نفسك يا عبد عزيز، أحسن لك. صدقني أحسن لك. أوعدني إنك هتعمل كده. أنت فاكرني خايف؟ أنا مش خايف. أنا ما بقتش أخاف خلاص. ما عنديش حاجة أخاف عليها. ما عنديش حاجة غير الناس. الناس دي يا بيه. الناس اللي قعدوا يحلموا. يحلموا ببكرة وبالشغل وبالمصنع. يروحوا فين؟ يروحوا فين يا بيه؟ اسمع كلامي يا أبو عزيز. سلم نفسك أحسن لك. وسلم الفلوس. أوعدني. اوعدني انك هتعمل كده. اوعدني يا عبد عزيز. كل الشباب وتروح على ورشة أبوي. سلام. فين عبد العزيز يا عيال؟ والله حضرتك عندك بيته وعندك الورشة وادي المحل اهو قدامك، أكيد مش مخبيت جيبي. بس أنا لو عرفت إنك أنت تستر عليه هتقع تحت طائلة القانون. أكيد طبعا. أنا قلت عليه الدنيا يا فندم في كل حتة مش لاقيه. إيه ده؟ مين حضرتك؟ أنا زعتر يا إياد، هفهمك بعدين. زعتر؟ زعتر مين؟ أسامة قصدي، أسامة. أسامة مين؟ طب يلا بينا. صلي على النبي. أسامة زعتر صلي على النبي؟ أيوة أنا. يلا اتفضل. طب يلا بينا. هفهمك بعدين يا إياد. وإيه اللي بيحصل ده؟
انا عايش في فيلم هندي. ايوه يا حبيبتي. لا 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 لا، انا اصلي كمان بكلمه ما بيردش علي، كان قايل لي ان هو هيسهر في الورشه عنده شويه شغل. ربنا يستر عليك يا ابني، ده انا ماليش غيرك. تيتا هو بابا فين؟ بابا في الشغل يا حبيبي. طب هو جاي البيت النهارده؟ معرفش، يمكن يجي بكره. طب انت بتعيطي ليه؟ لا ابدا يا حبيبي، مفيش حاجه مفيش حاجه يا دوناي. طب انا خايف عشان بابا يسافر سويسرا تاني ويسيبني. متخافش يا حبيبي متخافش، طول ما انا معاك متخافش متخافش ابدا يا حبيبي متخافش. اسمعوا يا شباب، المشروع ده مشروعكم انتم مش مشروعنا. انا مسافر سفريه كده يمكن تطول شويه يعني، عشان كده جمعتكم النهارده هسلمكم كل حاجه. انا تعبت كتير قوي، تعبت عشان احقق احلامكم وعشان احقق حلمي فيكم، ودلوقتي جه وقتكم بقى. لازم تتعبوا بجد وتعرقوا بجد وتدافعوا عن المشروع ده بدمكم. مفيش نجاح من غير شقة. بيت التفاصيل مع إيادة. يعني إيه؟ اشتغل مثل حضرتك إزاي يعني؟ مفيش حاجة بتقف على حد يا إبراهيم أي مكان. هو حضرتك بتتكلم كده ليه يا أستاذ عبد العزيز؟ كأنك يعني بعد الشر مسافر ومش راجع تاني خالص. هو إحنا في حاجة حصلت مننا لا سمح الله ضايقتك؟ ما تخافش يا ياسين، انتوا عايزين ايه تاني من راجل؟ الفلوس قدامكم والارض قدامكم وحط رجلين على اول الطريق، هو احنا كنا نحلم؟ طب والنعمة اللي امي بتدعي له؟ ايه يا حسان؟ ايه يا حسان؟ يا سلام عليك، انت ما بتشوفش غير مصلحتك يا اخي، حرام عليك. انا ما بشوفش غير مصلحتك. ايوه يا اخي، طول عمرك ما بتفكرش في نفسك وبس وبتبص تحت رجليك، كفايه بقى فكر فينا كلنا. ده ايه يا شباب انتوا بتتخانقوا مع بعض؟ بس بقى بس، زمان ما كنتش بتتخانقوا، لما كنتوا نايمين كل ثلاثة على السرير، لما كنتوا بتقسموا اللقمة سوا. أنا هنا عشان أحميكم من ده. خلي إيديكوا إيد واحدة، فاهمين؟ فاهمين. طيب يلا توكلوا على بعض دلوقتي. استنى يا إيه عايزك. انا قررت اسلم نفسي. ايه يا نهار اسود، انا كنت فاكرك مسافر بجد. انت هتفضل لحد امتى مستحمرنا يا صاحبي؟ كل شويه تورطني على الهوا. انت لازم تكن او تهرب لحد ما نشوف راسنا من رجلينا. مفيش حل تاني يا ايه، مفيش حل تاني صدقني، ده الحل الوحيد عشان ننقذ المشروع بتاعنا. حلال عليك الفلوس بقى لحد ما اخرج. دي ورقة فيها تليفونات المحامي والناس اللي انا كنت ناوي ادخلهم معانا شركاء في الخليج. عايزك تتواصل معاهم وكل حاجة تخلص تحت عينك. بلاش تعمل فيها ربنا، لا ده الزمن يا عبد العزيز ولا دي الدنيا. انت اللي بتقول كده يا اياد، الدنيا دنيتنا يا اياد، احنا اللي بنعملها بالمعافره. هننجح يا اياد، هننجح بالغلطه او بالرضا. طب ما انت عايش شويه يا عبد العزيز. امال ليه ما بتردش على تليفوناتي يا عبد العزيز؟ اهلا يا حنين، اتفضلي. خليك يا اياد قاعد لما نشوف البيه، لما بيجي له مزاج بيرد، لما ما عندوش مزاج ما بيردش. انا حر، انا حر. الله، بيني وبينك
وبينك ايه عشان تكلميني كده اصلا؟ ايه يا عبد العزيز، ده هزار ولا جد؟ اكيد هزار واكيد ما ينفعش تقول لي كده مفيش بيني وبينك حاجه. اسمعي يا حنين، انا وانت ما ننفعش لبعض. انا راجل لا بتاع حب ولا جواز. ها؟ جربت حظي مرتين وفشلت. انصحك بقى ما تربطيش مصيرك بمصيري. شوفي حياتك. شوفي حياتك. ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد العزيز؟ وانا مش رميه يا عبد العزيز. ما دخلتش حياتك عافيه. انت اللي دخلت حياتي. بس انا غلطانه اللي صدقتك. ما كنتش متخيل انت كداب قوي كده. بميت وش. صدقني والله مش هتتكرر تاني. حنين. حنين. ليه عملت كده يا عبد العزيز؟ عشانها. عشان عم زكريا الله يرحمه. عشان الأمانة اللي في رقبتي. أنا خلاص ما عنديش مستقبل أياد. حرام عليا أظلمها معايا. عايزك توعدني انك تخلي بالك منها وتأمن لها نصيبها في المشروع. يعني اللي انت بتعمله ده جنون. ملعون ابو الفلوس اللي تخليك تضحي بنفسك. انا بعمل كده عشانك. عشانك وعشاني وعشان ابني وعشان امي وعشان حبيب وعشان اي حد اتشقلب بحلم لو وقع هيقع. ممكن توعدني انك تنفذ اللي بقولك عليه؟ توعدني. لا طبعا، مش معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. انا مش قادره اصدق. انا اتخدعت فيه يا ندى. انا مش فاهمه ليه عمل كده فيا. ليه خلاني احبه؟ ليه قرب مني ويقرب مني؟ معقول كل ده كان تمثيل؟ طب هو هيستفيد ايه يعني لما يعمل كده؟ على فكره الشخصيه اللي انت حكيتي لي عنها دي لا بتاعت تمثيل ولا تسليه. معرفش، ممكن اكون صعبت عليه عشان بابا. ممكن يكون كان عايز حاجة مني، عايز يكسرني. أنا طول عمري ما بحبش قصة الحب ولا أحب عيشها. هو ده الحب يا ندى اللي أنت قلتي لي عيشيه؟ حبي وتحبي وعيشي حياتك؟ مش عارفة أنا ليه ما بسمعش نصايح ماجدة ليه؟ عمرها ما نصحتني نصيحة وطلعت غلط. لا يا حنين، اللي حصل ده فيه حاجة مش طبيعية. الكلام اللي أنت بتقوليه مش منطقي. في حاجة احنا مش عارفينها وهنفضل ورا لحد ما اعرفها. ندى، عشان خاطري اوعي تعملي اي حاجة. البني ادم ده خلاص اسمه اتمسح من حياتي. خلاص خلاص، انا فاهمة ان انتي قوامتك بتوجعك. اكيد مش هعمل اي حاجة تقلل منك، بس انا مصرة ان في حاجة مستخبية. مستنيكوا لما تصحوا عشان اسلم عليكم. عندي كده شويه شغل كده
اما النهار يطلع همشي يعني، وحبيت اسلم عليكم قبل ما امشي. برضه مصمم تسافر وتسيبنا؟ وانا قدك يمكن كنت اشد منك شويه، كنت بحب ابويا قوي، بحس بيه لما كان بيتعب، كنت بنزل الشغل مكانه، اتعلمت منه الصنعة والشغل عشان ابقى راجل واعتمد على نفسي، ولما راح عند ربنا كملت اشتغلت عادي. هو جده وماما عند ربنا؟ اه. كلنا كمان هنطلع عند ربنا؟ كلنا هنطلع عند ربنا. هو انت بتحب باباك؟ بحبه قوي. طب ليه بنروح الشغل ونروح المدرسه بدل احنا هنطلع عند ربنا؟ عشان ربنا لما خلقنا قال لنا عمروا الارض اشتغلوا. هو يعني ايه عمروا الارض؟ يعني اصنعوا وازرعوا عشان تبقوا كويسين، وعشان تبقوا سعدة ساعدوا بعض، عشان افضل احبكم. وانا كمان بحبك قوي. وانا بحبك اكتر. انا عايزك تبقى راجل وتعتمد على نفسك. حاضر. معايا او مش معايا عايزك تبقى راجل وتعتمد على نفسك، فاهم؟ حاضر. تخلي بالك من نفسك. حاضر. يلا قوم نام شويه دول. عبد الرحيم. غريب عليك، وأجيب لك حاجة حلوة وأنا جاي وهدايا. يبقى تعالى بسرعة عشان بنت توحشني كل يوم. حاجة بسرعة. يا بهوات، السيد الوزير كلمني بنفسه واكد على القبض على عبد العزيز في اسرع وقت. يا فندم احنا رصدين الشارع كله بالكامل، الخوف ان يكون سافر. احنا وصلنا قرار النيابه بمنعه من السفر، ما اعتقدش ابدا انه ممكن يكون سافر. انا عايز تحريات كامله عن ادري واللي معاه، وكمان تحطوا لي عينيكوا على نورهان. تحت امر معاليك. تحت امر معاليك يا فندم. برضه هتسافر؟ قلت لك عندي شغل. بس انا مش عايزك تسافر. انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك ايه؟ مش قلت لك تبقى راجل؟ طيب قلت لك. تسمع الكلام؟ أيوة. قلت لك.
خلي بالك من تيتا. أشوف وشك بخير يا أم. خلاص يا عبد العزيز هتسيبنا تاني؟ أنا راجع. خفيش راجع. كان لازمته إيه بالسير؟ ده أنا ما صدقت إنك خرجت. كنا مصدورين وعايشين وحامدين ربنا. بكرة يا أما تعرف إن ابنك كان على حق. ما غلطش. عمل الصح والخير. عبد العزيز عبد العزيز دنايا يا حبيبي دنايا يا ابن حبيبي. بس خلي بالك من نفسك ومن الوقت. طب اشوف وشك بخير. بنتي ولا اعرفك ولا عايزك تعتبي المعرض ده تاني. اخس عليك اخس 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 بقى. تخسر بنتك وتكرشها من معرضك علشان خاطر واحده زبت زي دي؟ الله اولاد اللي انت بتتكلم عليها دي تبقى مراتي. يا عم حوش حد يروح يتجوز واحده اسمها ايه؟ ام مين؟ اسمها نهاد يا بنت مش ام سعيد. لا اسمها ام سعيد. دي نسوان الشرق كلهم ضربينها. ها دول مروعينها ضرب. ده الشق في كعب رجليها طول كده. حد يتجوز واحده عامله كده؟ يا راجل ده البقعة في جلابيتها من التلقيح على الرصيفة كانت كده كده. الله ده انت اللي حميت ولبست ونضفت يا راجل. دي طمعانة فيك يا ولية. عيب يا ولية. عيب يامك ولا كريمة دي كانوا ايه قبل ما اتجوزوا؟ لا تفرق كتير تفرق كتير يا معلم. في اصل وفي اب وام تشكلهم. انما ام سعيد دي ولا ام اسلام دي اسمها ايه؟ اسمها نهاد. نهاد نهاد دي عندها مين دي؟ طمعانة في فلوسك يا ولية. ده عندها فلوس تسد عين الشمس. ما عندهاش معرض الشرشابي. ما عندهاش. وهتجيلك في لحظة حنية كده وتقول لك والنبي يا شرشاب تكتب لي المعرض. إذا كان المعرض هو اللي يهمك يا أختي أنا كاتبه باسمك واسم المحروس أخوك. أيوه كده يا راجل يا جامد يا جدع. يا نسبتي يا راجل الكلام اللي بسمعه ده. معرض ايه ده اللي مش باسمك؟ انت كنت بتتصنطي علينا يا ولية ولا ايه؟ لا مش انا قلت لك دي ست واطيه. يا عم طلقها وخلص. امي اتلقح انت على جنب يا قوماتيه يا حرقوبه. وحيه النبي لو اوريك على العلقه اللي اكلتها لي انت والنسوان الحرائب اللي جبتيهم. اما انت يا شرشابي ده ما كانش اتفقنا يا الدلعادي. كان اتفقنا يا رحم. كان اتفقنا ان احنا نتجوز ونشتغل سوا. طب ما احنا اتجوزنا وبنشتغل سوا. ايوه بنتجوزنا وبنشتغل سوا. عايز ايه تاني؟ هي كلمه واحده ملهاش تاني يا شرشابي. يا ترجع المعرض باسمك يا كل واحد منا يا حبيبي يروح من طريق. شفت انا قلت لك دي مره واطيه. يا عم طلعها وخلص امي. ما يقدرش يا حلوه. ليه ان شاء الله؟ عارفه ليه؟ ليه؟ عشان فلوسي. واخد مني فلوس قد كده. البضاعه دي يا حبيبتي اللي من التوتوارة حواليكي بتاعتي من حر مالي يا معلمه. ده بالجزمه القديمه ترجع لك كل فلوسك. والراجل ده ان شاء الله هيطلعك عشان يخلصني ويخلص امي. بنت سناء. نعم. انت معاك فلوس تديلها فلوسها؟ عيب. سناء بنت الشرشابي.
ارمي عليها يمين الطلاق بقى وخلصنا. عم سعيد. نعم. انت طالق بيت تلاتة. يلا يا ولاد انت اطلع بقى مش خبر. انا حوريك. تر مين يا بنت العبيطة؟ ده بنت الشرشان. اوعى تتعرضني في حتة وترمي عليا مية نار تبقى مصيبة. وماله هنخلص منك ومنها في يوم واحد؟ يا دي النيلة انا كان مالي ومالك؟ ما كانت تحرق المعرض على اللي فيه. الدنيا يا ابني بقى بيه. يا بابي اطلع بالحملة، جات اشارة المباحث. اتفضل يا باشا اتفضل. الفرد بكلية طلب عند حضرتك، يا ريت نثبت ان عبد العزيز سلم نفسه بإرادته، وعايزين نثبت ده في محضر رسمي عشان نثبت حسن نيته. هو عبد العزيز جندك ولا ايه يا اسامة؟ لا يا فندم، ده بس عشان العيش والملح، وكمني يعني كنت مراقبه الفترة اللي فاتت، فكنت عارف شخصيته كويس، ولو اني زعلان منه عشان ما سلمش الفلوس. بلاش تجيب سيرة الفلوس دي. أنا سلمت نفسي وخلصنا، وحضرتك عملت اللي عليك. بس أنت كده بتصعبها علينا يا عبد العزيز. تقارير المباحث كلها في صالحك إن أنت كنت بتعمل عمل وطني. لو ما سلمتش الفلوس كده مفيش حسن نية. ما يهمنيش أثبت حسن نية لحد. أنا أهو. حتى لو اتسجنت طول عمري. أنا كده ضميري مرتاح. خلاص يا أسامة. اعمل المحضر اللازم وحطه في التخشيب. أمرك يا فندم. يا فخر بيه، الواد سلم نفسه وكله تمام يا باشا. ازاي الكلام ده يا فخر باشا؟ يعني ايه سلم نفسه من غير ما يسلم الفلوس؟ هي الحكومه بتلعب ولا ايه؟ الحكومه عملت اللي عليها يا دكتور، والكره دلوقتي في ملعب القضاء ورجالته، هما اللي يحققوا معاه ويحكموا عليه. غلط كده، القضيه تبقى ناقصه. انا اديتك فرصه ان انت تكون واحد من رجالتنا، بس انت مش عارف تقتنص الفرصه. انا قلتها لك قبل كده يا دكتور، أنا بأدي واجبي بمنتهى الدقة والأمانة، وخدها مني نصيحة، ما تركزش اهتمامك في قضية عبد العزيز. أنا شايفك في كلامك ريحة تهديد يا فخري. ده مش تهديد يا أدري، دي نصيحة. عشان التسجيلات اللي اتقدمت في عبد العزيز كلها من طرف واحد، يعني ما فيهاش غير عبد العزيز وبس، وده بيفتح مجال لتساؤلات كتيرة قوي، أعتقد إن أنت في غنى عنها. أستأذن أنا دلوقتي عشان عندي شغل، بس ليه عندك رجاء؟ يا ريت ما تتصلش بيا، عشان وضعي دلوقتي ما يسمحليش بالتواجد عندك كل شويه. منع الاحراج طبعا. السلام عليكم. مش معقول شو مغرور هالانسان. الداخليه كلها عايزه تطهير، وده اللي احنا بنشتغل عليه في الفتره اللي جايه. قولي لي اخبار سفريتك تركيا ايه؟ هلا لازم مفروض تكون بعد 3 ساعات بالمطار. ربنا يوفقك، هتوحشينا كتير. احنا بقالنا كتير بنشتغل مع بعض، انا كنت عايزهم يعني يسيبوكي معانا شويه. يا ريت والله، وانا لي ذكريات كتير حلوه هون بالقاهره، بس يعني البزنس ما له بلد ولا وطن ولا شيء. بس انا بدي اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله قريبا بدي اشوفك بتركيا. قريب ان شاء الله، بس أنا عايزك توصي إخواتنا في تركيا يستعجلوا التمويل الجديد، إحنا في أشد الحاجة إليه. إن شاء الله أكيد. يلا باي باي. باي باي ورحمة الله وبركاته. ما تتأخريش علينا يعني. ازاي الكلام ده يا فخر باشا؟ يعني ايه سلم نفسه من غير ما يسلم الفلوس؟ هي الحكومه بتلعب ولا ايه؟ الحكومه عملت اللي عليها يا دكتور، والكره دلوقتي في ملعب القضاء ورجالته، هما اللي يحققوا معاه ويحكموا عليه. غلط كده، القضيه تبقى ناقصه. انا اديتك فرصه ان انت تكون واحد من رجالتنا، بس انت مش عارف تقتنص الفرصه. انا قلتها لك قبل كده يا دكتور، انا بأدي واجبي بمنتهى الدقه والامانه، وخدها مني نصيحه،
ما تركزش اهتمامك في قضية عبد العزيز. أنا شايفك في كلامك ريحة تهديد يا فخري. ده مش تهديد يا أدري، دي نصيحة. عشان التسجيلات اللي اتقدمت في عبد العزيز كلها من طرف واحد، يعني ما فيهاش غير عبد العزيز وبس، وده بيفتح مجال لتساؤلات كتيرة قوي. أعتقد إن أنت في غنى عنها. أستأذن أنا دلوقتي عشان عندي شغل، بس ليه عندك رجاء يا ريت ما تتصلش بيا، عشان وضعي دلوقتي ما يسمحليش بالتواجد عندك كل شوية. منع الإحراج طبعا. السلام عليكم. مش معقول شو مغرور هالإنسان. الدحلية كلها عايزة تطهير، وده اللي هنشتغل عليه في الفترة اللي جاية. قولي لي أخبار سفريتك تركيا إيه؟ هلأ لازم مفروض تكون بعد 3 ساعات بالمطار. ربنا يوفقك، هتوحشينا كتير. احنا بقالنا كتير بنشتغل مع بعض. انا كنت عايزهم يعني يسيبوكي معانا شوية. يا ريت والله، وانا قلي ذكريات كتير حلوة هون بالقاهرة، بس يعني البزنس ما له بلد ولا وطن ولا شيء. بس انا بدي اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله قريبا بدي اشوفك بتركيا. قريب ان شاء الله، بس انا عايزك توصي اخواتنا في تركيا يستعجلوا التمويل الجديد، احنا في اشد الحاجة اليه. ان شاء الله اكيد. يلا باي باي. باي باي ورحمة الله وبركاته. ما تتأخريش علينا يعني. عزيز، انت متهم بحيازة واخفاء اسلحة وذخيرة، ايه اقوالك؟ نأمر بتجديد حبس المتهم 15 يوم على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في المعاد. خد يا عسكري. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الله يرحمك يا عبد الرحيم، الله يرحمك يا وليد، الله يرحمك يا أشجان، وربنا يفك ثقتك يا عبد العزيز يا رب. يا مجدة. يوه تاني يا حبيبتي، انتي لازم تكلمي عواطف تطمني عليها. حاضر يا مجدة، انا هكلم طنط عواطف عشان اطمن عليها، بس من فضلك بقى محدش يطلب مني حاجة تانية اكتر من كده. ممكن؟ بتبصيلي كده ليه؟ ما كنتش متخيلاكي قاسية للدرجة دي. لا يا مجد، أنا مش قاسية. اللي كان بيني وبين عبد العزيز ما
كانش مجرد واحد وواحدة بيحبوا بعض وخلاص. عبد العزيز كان بالنسبة لي سند. إحساس بالأمان عمري في حياتي ما حسيته. خلاني ما أخافش إن أحب. أجد أنا طول عمري خايفة أعيش حالة حب. يحصلي زي اللي حصل لأمي. تخيلي بعد كل الإحساس الحلو ده فجأة يضيع منك. شعورك هيكون إيه؟ بس نيته سليمة. ولا اللي عمله عبد العزيز ده حسسني إن إحنا اتنين. وأنا كنت طول الوقت بتعامل معاه على إننا واحد. نفرح سوا. نزعل سوا. نتألم سوا. فاهماني يا مجدة ولا لأ؟ فاهماكي يا حبيبتي. بس ده مش وقته. الراجل في شدة. لازم نقف جنبه زي ما وقف جنبنا. عشان خاطري يا حبيبتي. يلا كلمي عواطف. يلا بقى. ايوه طنط عواطف. الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. النيابة تفضل. تتهم النيابة كل من المتهم الأول عودة عيد الجبالي والمتهم الثاني عبد العزيز عبد الرحيم فضل وآخرون مجهولون من بدو سيناء بتهريب واستيراد وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات في مخالفة واضحة للقانون رقم 394 لسنة 54 في محاولة للمساس بأمن الوطن وسلامة أراضيه. كما توجه بالاتهام للمتهم الثاني عبد العزيز عبد الرحيم فضل بتهمة التهريب والإخفاء للذخيرة محل الاتهام مقابل الاستيلاء على أموال مهربة بالتواطؤ مع المتهم عودة عيد الجبيلي والمجني عليه المتهم أنس جاد الحق رشدان السويفي على النحو التالي. لذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حتى لا ينعم بغنائمه على حساب القانون والأمن. تؤجل القضية لجلسة 24/4. رفعت الجلسة. محكمة. والله يا أستاذ إياد أنا قلت إن الحكاية دي فيها إنا، بس ما تزعلش مني. يعني التصرف ده كان غلط. ليه حبيبي معنية تقف جنبه؟ هو عمل كده عشان مصلحتها. حنين تابت في حياتها كتير، مش هينفع هو كمان يكمل عليها. للدرجات هو بيحبها؟ فوق ما تتخيلي يا نسمة، وفوق ما هي كمان تتخيل. أنا بس برجوكي وبوصيكي لو احتاجتوا أي حاجة أرجوكي كلميني، وده بعد إذنك. اتفضل. رقم تليفوني، كلميني فوراً لو احتاجتوا أي حاجة. أكيد هنكلمك. متشكر قوي. وأنا آسف لتعطيلك. لا أبدا مفيش عطل. متشكر قوي. شكرا.
الراجل عمل كل ده علشانك وسلم نفسه. انت ايه يا شيخه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا ندى؟ بس هو صايب عليا. انا مش فاهمه يعني ايه صايب عليكي وانا ما سايبتش عليكي. مش لو الكلام اللي هو بيقوله ده حقيقي كان يقولهولي انا احسن عشان اقف جنبه. انا مش قادره اصدق ان هو يخليني اكرهه. هو كان هيقول لك بس هو عمل كل ده علشانك. حاولي تفهمي هو داخل السجن ومش عارف مصيره ايه. على فكره يا حنين الراجل ده محترم قوي وانت لازم تردي جمايله دي. جمايل ايه يا ماده انت كمان؟ هي بقت مساله جمايل وبس. مش قصدي يعني جمايل يا حنين، بس الراجل ده باين عليه بيحبك، وانا المره دي بقولها لك عبد العزيز بيحبك من قلبه. هي هتعملي ايه؟ انا قلت له سلم الفلوس والتقرير اللي قدمتها للداخليه هتساعده انه يبقى شاهد ملك في القضيه. كلامك صح، بس للاسف هو اللي مش راضي. يا نهار اسود، طب وبعدين حضرتك؟ ده القضيه بكره. ما تقلقيش، كده كده القضاء يحكم بالتاجيل لحين استكمال ملف القضيه. بس احنا عايزين ناخد براءه. يا فرحتي بالتاجيل وهو مرمي في السجن. حضرتك عارف يا استاذ اياد ان اللي يخلص القضيه دي رجوع الفلوس للدوله. هي جت على الاستاذ عبد العزيز. طب ما البلد اتنهبت ياما، واللي نهبوها هربوا بدر بلد وعايشين ملوك. على الاقل استاذ عبد العزيز راح وسلم نفسه. هديك قلت بعضمة لسانك، هربوا بره مصر، لكن هو جوه مصر. يعني هيسر عليك قانون. ايوه بس الناس اللي بره دي واخده احكام غيابيه، وكده كده هم في المدار واخدين عليهم ويتنج ليست، اول ما يجوا هيتمسكوا. يا استاذ اسامه، الموضوع ما فيه ان احنا كلنا نفسنا نعمل اي حاجه لاستاذ عبد العزيز. انت ما تعرفش الراجل ده واقف قد ايه جنبنا وساعدنا. طب والله يا متر، والله احنا لو نعرف ان هو راح وسلم نفسه كنا خدنا احنا الفلوس بنفسنا ورحنا سلمناها، ولا انه يترمي يوم واحد بس في السجن. بس هو بقى اللي ما فهمناش الحقيقه وفهمنا ان هو مسافر. النبي انت عسل وسكر. يا سناء يا سناء، هو دوقته يا سناء؟ الله، ما انا جايه لك في المهم. الله، فكرني بحاجه مهمه. اذا كان خلاص عبد العزيز من الموضوع ده الفلوس، يبقى في داهيه الفلوس. كلامك صح يا سناء، بس الفلوس مش كلها موجوده، معظم الفلوس اتصرفت في بناء المصنع. ايوه بس معنى كلامك ان في فلوس، يعني لو استلمت عبد العزيز هيخرج براءه. انا شايفه ان الفلوس دي ممكن تسلم في المحكمه، ولو في حاجات اتصرفت ممكن نسويها هناك في المحكمه، مش كده يا متر؟ ممكن، بس في الحالات اللي زي دي وانت سيد العارفين ممكن القاضي يحكم بالحجز على المصنع. ليه ان شاء الله؟ هو كان القاضي عرف منين قضيه السلاح دي بكام؟ ما اللي فيها يكفيها، ما تدور معايا كده وتنور يا متر. حضرتك دلوقتي بس عرفت الفلوس جبتها منين. ياه، ده انت طلعت خسيس قوي يا شعلان. سيب صاحبك في الزنقه اللي كان فيها دي، ده انتوا واكلين مع بعض عيش وملح يا جدع. لا خسيس ولا حاجه، هو اللي ما رضيش يسمع كلامي وعمل لي فيها بطل قومي. خلاص كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. بس هو بقى فعلا كده والناس كلها متعاطفه معاه، وما دام هان عليك صاحبك يبقى انا كمان هون عليك. وقبل ما ترميني يا شعلان انا اللي هرميك، عشان انت طلعت مش اصيل. كل ده عشان ابو عزيز؟ لا، عشان نفسي. لو كنت عايزني بجد يا شعلان تقوم دلوقتي حالا وتجيب المأذون تكتب عليا على سنه الله ورسوله، وانا مستعد اعيش خدامه تحت رجليك، بس بشرط احس انك راجل يا شعلان. اللي عندي قلته.
سيدي القاضي، حضرات المستشارين، أنا أسعى ببطلان أمري لحالة تأسيساً على عدم تطابق مواد التجريم الواردة بأمر لحالة والخاصة بالحيازة والتحريز، كما أسعى بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء أركان جريمتي الاشتراك والاتفاق، وأطلب من عدالتكم ضم أقوال الشهود وتحريات المباحث لأوراق القضية وإحالة الأسطوانات المدمجة للجنة الفنية المختصة، كما أطلب من عدالتكم استدعاء السيد أدري عرفات واتهامه بالتخطيط والاستغلال، وتم إرفاق صور ضوئية من مستندات خطيرة تدينه في أعمال مشابهة. سيدي القاضي، كل التحقيقات وتقارير المراقبات الأمنية تؤكد سلامة نية موكلي. هذا الرجل نزف كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة عندما أحس بالخطر على بلده وغامر بحياته ودخل وكر الخطر، وهو عاقد النية على التخلص من الشحنات المشبوهة، والجهات الأمنية بعد أن علمت بذلك قامت بإحباط العديد من عمليات التهريب، وهذا يعتبر عمل وطني وبطولي من موكلي. أين حسن النية؟ نحن حيال متهم استولى على الملايين مقابل تجارة غير مشروعة، هو سلم نفسه من أجل إيهام العدالة بحسن النية للهروب بفعلته والملايين التي استولى عليها، لذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حتى لا ينعم بغنائمه على حساب القانون والأمن. اعترافات المتهم والتحريات لا تعفيه من المسؤولية القانونية والأخلاقية، فقد استولى على مقابل غير مشروع لتجارة غير مشروعة، فلماذا لم يبلغ الجهات المختصة أو يسلم ما استولى عليه من ملايين قذرة؟ رفعت الجلسة للمدونة. محكمة! دي البداية يا أم، ويخلي بالك من الوقت، فهمينا أبو سافر سويسرا المرة دي عشان يحقق حلمي وحلم ناس كتير قوي يا أم. هو أنا يا عبد العزيز، أنا أنت تستحملي يا أم عبد العزيز عشان أمهات كتير قوي عيالها تعيش. بحبك يا ام. كمان بحبك قوي يا ابني، بحبك قوي. خلي بالك من نفسك. وحشني يا حبيبي. هذه المصيبة اللي أنا عايزة أعملها دلوقتي عشان أبقى معاك في السجن. الحريم بيتحبسوا في سجن لوحدهم. كفاية علي أقف في الشباك مش حاول أجيب المنزل الأخضر زي سعد حسني وعادل إمام في حب في الفنزل.
سلامة. حكمة المحكمة حضوريا على المتهم. يا سيادة الريس ثانية واحدة. في ايه؟ في ايه؟ ثانية واحدة. ايه ده؟ في ايه؟ تعالي. انت مين انت يا ست؟ الفلوس اهي، مش عايزين منها حاجة. هدوء هدوء. عايزينه هو. ايوه يا ست كلها اهي، عايزينه هو بس. فلوس ايه دي؟ ايه ده يا سناء؟ ايه اللي عملتيه ده يا سناء بس؟ انا معرفش حاجة عن القانون، انا اعرف بس ان هو ما بيحافظش غير على الطيبين، وده غلبان وخايب، ده خايب وما يعرفش حاجة، لكن غلط. بس هي الفلوس يا سيادة القاضي. ممكن ادافع عن نفسي؟ ارجوك ممكن اتكلم؟ خرجوه. تعال يا عبد العزيز، عايز تقول ايه يا ابني؟ سيادتك انا عارف اني غلطت، شغلت دماغي ودراعي، مشيت عكس الاتجاه، بس انا مشيت عكس لما حسيت ان طريقنا نهايته خطر. سيادتك انا مش بطل زي ما المتر قال، انا عادي، عادي واقل من العادي، انا بس حبيت امي وابني، حبيت اهلي وناسي، وحبيت العيال الفقريين دول، حبيت الشارع اللي اتولدت فيه، وحبيت البلد اللي اتربيت فيها. كل الناس دي ليها فضل عليا يا سيادة، كل الناس، هم غلابة وشقيانين ومن كتر الشقة نفسهم قصر. سيادتك انزل من على المنصة وامشي في الشارع وسط الناس واحكم. اللي متغربين وجايين خمسة في أوضة، واللي الصبح في الجامعة وبالنهار بيحملوا بضاعة من الشارع، واللي عينيها متعلقة بباترينا بتحلم تكمل بقيه جهازها بغساله. انزل سيادتك واحكم. وانا عملت ايه؟ انا كل اللي عملته اني عليت بسقف الحلم 30 سنتي. بس 30 سنتي. عشان بدل ما ناكل عيش نخبزه. بدل ما نجري في الشوارع ونشخبط على الحيطان زي العربية اللي بتحرق بنزين على الفاضي، نقف نثبت وندور الطاقة في المليان. بدل ما نشتري نبيع، وبدل ما نتاجر نصنع، وبدل ما نتوه نرجع. هنكسب والله العظيم، هنكسب. زمن الأحلام زاد قوي وبقى ممل ويخنق. أنا سيادتك عايز أحقق أحلام الناس دي. أرجوك يا باشا، سيبولهم القرشين دول، أنا مش مهم، أنا في 60 داهية، بس سيبوا الفلوس للشباب. أرجوك يا باشا احبسوني، أنا واحد بس هم كتير. أرجوك. حكمت المحكمة على المتهم الهارب عودة عيد الجبلي بالأشغال الشائعة المؤبدة مع ضبط وإحضار أجري السيد عبد المجيد عرفات للمسؤول أمام النيابة مع إحالة الأوراق والإسطوانات المدمجة للجنة المختصة، وبراءة المتهم الثاني عبد العزيز عبد الرحيم فضل. هدوء والتحفظ على المبالغ المستلمة بموجب محضر الجلسة. رفعت الجلسة.
هو معيار الشرف والأمانة والكرامة. الشريف هيفضل طول عمره شريف، واللي جاب فلوسه من حرام هيفضل جلجال على بكرة. الملايين دي انت اللي عملتها، وهتقدر تعمل اكتر منها كمان. وبعدين خلي بالك، الفلوس دي احنا اللي بنعملها مش هي اللي بتعملنا. انت حكيت لك الايام يا ولدي صاحبها وابتسم، اللي قلبه كبير كيف قلبك، هيعيش والناس هتحبه. انت لغاية دلوقتي ما شفتش عبد العزيز الحقيقي اللي جواك عشان تقدر تساعده يحقق اللي هو عايزه من غير ما يضر نفسه ولا يضر اللي حواليه. المال عليك الحمل ميل وياه، الزرعة الذكية هي اللي تميل في وش الرياح عشان تقدر تعيش. دماغك حلو عبد العزيز، أهم حاجة فيها المعافية، بس خلي بالك المنافسة ما هيش سهلة. يا ريت كل الشباب يبقوا زيك كده عبد العزيز. العبرة في النهاية يا ولدي براحة الضمير، عشان كلنا هنموت، وعن جابر رب عادل هيسألنا عن كل حاجة، واللي ينسى اللي هيموت يبقى يعمل ما بداله. خاف من الموت يا عبد العزيز، خاف من الموت يا ولدي. ما تفكرش كثير، هتقدر. أنا واثق في دماغك وعارف إنك أنت هتقدر. كنت متأكد إن هلاقيك هنا. إيه يا عبد العزيز مالك؟ أنا عمري ما شفتك كده. زعلان عشان خاطر فلوس؟ طز في الفلوس. أنت مش فرحان بحريتك؟ المشروع هيتعمل وهيتحقق، والفلوس اللي أنت تعبت فيها وجبتها هترجع تاني. أهم حاجة إن أنت معانا بصحتك وبشبابك وكويس. لا يا عبد العزيز مش هشوفك كده، بس هو مش شايفك قوي. عبد العزيز مثل المثل الأعلى في الحياة. مين بقى؟ برنس شارع عبد العزيز قاعد نازل الليل. بص بقى يا عم، اديتني الفلوس دي من فترة وقلت لي عشان لما يبقى لها عوزة. ما اعتقدش يعني ان في عوزه اهم من العوزه دي. روق بقى، وعايزاك تقف كده وتنفش ريشك وتشد حيلك وتعرق، وبعدين عايزاك تطلع وتشوف الناس اللي عاملاها عشانك بره. رجعت الفلوس ليا سنة عشان ترجع لنا. اطلع شوف الناس بره عامله عشانك ايه. يا جماعة المشروع ده بتاعنا كلنا وهينجح بينا كلنا، وكلنا لازم نساهم فيه. يلا واحد واحد، وهو بالدور اللي هقوله خش يدفع يدفع. اتصرف فيه، ربنا قويك يا عبد العزيز. فلوس الفخفخينة اللي انا حوشتهم عشانك عبد شعلان. عبد شعلان حاجة اكتر من كده في المشروع يا معلم. ربنا معاك، ربنا يعينك. يا عورة تبرع لنا بعشرة جنيه تمن علب السجاير. يا سبيل عبد الفلوس اللي انا قداش عوضها فيها. We'll be right back.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى